بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النهار في كل مكان وحلقة جديدة من أوضة اللبس. النهاردة كالعادة خلاص دخلنا أجواء البطولة، عندنا مباراة مهمة جدا أمام المنتخب المغربي، هنتكلم في كل التفاصيل فيما تخص المنتخب الوطني، وكمان هنطمنكم عن بعض الأمور اللي حضراتكم بتحبوا تسمعوها. خلوني في البداية أتكلم مع حضراتكم عن مباراة اليوم. مباريات اليوم كان في مباراة مهمة جدا، منتخب الكاميروني أمام منتخب جامبيا. منتخب الكاميرون قدم مباراة قوية جدا جدا في وجود النجم الكبير سامور إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني، وكمان الجماهير كانت موجودة بشكل قوي جدا بتآزر بكل قوة. والمنتخب الكاميروني منتخب قوي، هيقابل المنتخب الكاميروني في المباراة القادمة الفائز من منتخب مصر والمنتخب المغربي. كمان كان في مباراة تانية ما بين تونس وبوركينا فاسو، انتهت منذ قليل للأسف المنتخب التونسي بيخسر أمام منتخب بوركينا فاسو بهدف للا شيء على عكس المتوقع، والكل كان بيقول بعد المباراة الأخيرة الفوز المحترم على المنتخب النيجيري، وكان بيقرب المنتخب التونسي ليروح لأدوار اللي بعد كده، ولكن فاجئنا النهاردة بأداء لا يليق بالمنتخب التونسي. عشان كده أنا شايف الهزيمة بتدل على ضربة البداية بتاعت المنتخب التونسي في المجموعة، كنا أشدنا بمباراة قوية أمام المنتخب النيجيري، ولكن النهاردة أمام بوركينا فاسو بيخسر بهدف. وأنا بقول دايما الفرقة اللي عايزة البطولة لازم بتبتدي بمنتهى القوة. المنتخب التونسي وصل ثالث ولا كان أول ولا تاني، وصل أحسن توالد، فقابل المنتخب النيجيري بالروح وبالقوة والتركيز رغم الفروق الفنية الكبيرة من وجهة نظري قدر يفوز على المنتخب النيجيري، ما اداش أهمية كبيرة للمنتخب بوركينا فاسو، خصوصا كان التفاصيل كلها والكل كان بيشيد بالأداء. لكن اللي عايز البطولة لازم يبقى فيه استمرارية ويحترم المنافس بشكل قوي. خلوني أطمن حضراتكم على المنتخب الوطني. خلاص بكرة الساعة 5 إن شاء الله مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب المغربي، مباراة قوية جدا جدا جدا. في تفاصيل معينة في المباريات دي هقولها لحضراتكم، ولكن خلوني أطمنكم عن منتخبنا الوطني. كان في تدريب النهاردة في الساعة 4:30، وكان تدريبه قوية جدا، الراجل بيحط الرتوش الأخيرة للتشكيلة، وكمان انتوا عارفين المباراة الأخيرة بذلنا مجهود كبير جدا وقدمنا مباراة قوية تليق باسم منتخبنا، والكل أشاد والكل اتكلم كويس، عشان كده طموحنا كلنا زاد كإعلام وجماهير ومسؤولين مع منتخبنا الوطني بعد الأداء الأكثر من رائع بتفاصيله كلها. كل اللعيبة كانوا نجوم، التغييرات كلها صح، التشكيلة صح، كل حاجة كانت صح أمام كوت ديفوار. وقلنا قبل كده وده الأهم بالنسبة لنا وبنكرر تاني، طول ما في روح في قوة في الأداء في نظام داخل الملعب في لعيبة بتلعب في أماكنها هنشوف أو نقدر نحقق النتيجة اللي احنا بندور عليها دايما. خليني أكمل التفاصيل فيما يخص منتخبنا الوطني. محمود الونش بيعود بكل قوة، ولكن فكرة اللي هو يلعب أو ما يلعبش خلاص، هل المدير الفني هيقابل هيلاعب الونش ولا محمد عبد المنعم اللي هو تألق بشكل كبير جدا 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 في اخر مباراتين، الراجل احرز هدف ثم المباراة كوت ديفوار تغطية على اعلى مستوى، اخطاء قليلة جدا جدا جدا، وكمان في ضربات الجزاء بكل ثقة اللاعب بيدخل بشكل قوي جدا، كل ده كلام محترم وكل ده امور كويسة جدا، وكل اللعيبة تبقى جاهزة، ده لمصلحة المنتخب الوطني. كتير بيتكلموا على التشكيلة، مش عارف مين هيكون موجود مكان حمدي فتحي بعد الإصابة بتاعته، خلاص تأكد كمان لأبو جبل محمد الشناوي، انتوا حضراتكم عارفين آخر مباراة خرج مصاب، فبالتالي الإصابات العضلية دي بتاخد وقت شويتين، فربنا يوفق أبو جبل بكرة ويقدر يحفظ مرمانا من أي هدف، خصوصا اللي هو تألق لما نزل بعد خروج محمد الشناوي الإصابة، كان ظهر بشكل كويس جدا جدا وتعامل مع كرات صعبة، والثقة اللي في النفس وروح الجماعة. عرضنا لحضراتكم صور مهمة فيما يخص مباراة المنتخب الوطني وروحه لما يروح لمحمد الشناوي وبيأزره وبيروح لحراس المرمى الموجودين، هي دي الروح. كمان لما نتكلم على ضربات الجزاء التركيز
ولو وكسبنا بضربات الجزاء انا بقول دايما هي ضربات الحظ، لكن ابو جبل كان ليه فضل كبير جدا بعد تصديه لاحد الكرات وبنفوز على منتخب كوت ديفوار. هرجع تاني واكد، خلاص حمدي فتحي مش موجود، الشناوي مش موجود، التأمين بقى هيلعب مكان حمدي فتحي، واعتقد ان الكرة البرتغالية او المدير الفني مش بيحب يغير كتير في تفاصيل الخطة بتاعته. فمين اللي هيلعب مكان حمدي فتحي؟ اراء كتير جدا، لكن الاخبار اللي جايانا المؤكدة اللي زيزو هيبقى موجود الثلاثي في وسط الملعب، زيزو النني والسوليه، هي تغيير موجود. هل بقى الراجل هيدفع بالونش او محمد عبد المنعم هيكمل؟ دي ترجع للمدير الفني على حسب دراسته للفريق اللي هنقابله. كمان في كان في كلام كتير جدا هل عبد الله يبتدي؟ انا بشوف من وجهه نظري لينا راي الاتجاه اللي كان عبد الله او زيزو، فزيزو بيدي سرعه للحركه لما بينزل دايما رجليه في الملعب، بيأدي بشكل كويس جدا، عنده لعيب متنوع، بيدخل لبره مره يدخل لجوه، بيقدر يسدد من خارج ال 18، فعنده امكانيات كويسه جدا، وهو ده اللي ظهر لنا في كل المباريات اللي لعب فيها حتى لو وقت بسيط، لكن بيظهر بشكل كويس جدا زيزو للامانه يعني. فاللي عايز اتكلم فيه في البدايه فيما يخص التشكيل هأجله سنتين عشان أشرح لحضراتكم بعض الأمور اللي مهمة جدا في الفرق شمال أفريقيا، بتمتاز ببعض النقاط اللي بتخلص على المباراة، وده اللي قاله المدير الفني في المؤتمر الصحفي النهاردة خليلو فيتش، مدير فني لمنتخب المغرب، واحد من المدربين المحترمين جدا، وكان اسمه بيطرح دايما لتدريب المنتخب أو الفرق الكبيرة في مصر. فالراجل قال كلام مهم جدا او قال بعض النقاط خليني اقول لكم اهمها. قال لك مباراه تكتيكيه ما بيننا وما بين المنتخب المصري، حرب تكتيكيه، كره القدم ما فيهاش حرب بالشكل ده، ولكن كل منتخب عايز يكسب، فبيبقى في بعض المصطلحات اللي احنا ما بنحبهاش في كره القدم، ولكن ده كان كلام الراجل. كمان قال لك دربت فرقتي على اكتر من خطه او طريقه من خلال المباراه عشان نوقف المفتاح اللعب للمنتخب الوطني اللي هو محمد صلاح. كمان من ضمن الحاجات اللي قالها قال لك مباراه فيها تفاصيل صغيره هي اللي بتحسم الامور، وهو ده اللي انا كنت هتكلم فيه لما اشرح لحضراتكم بعد شويه. بوفال ده واحد من نجوم المنتخب المغربي وكان موجود في المؤتمر، الراجل اللي اتكلم قال لك عندنا القوة الحقيقية عندنا اللي انت يبقى ذهنيا كلنا مستعدين، وعندنا حلم عارفينه كويس قوي، اللي ورانا شعب عاوز يفرح وهو شعب المغربي، عارفين مسؤولياتنا، فهنحاول نبذل اقصى جهد عندنا كلنا كلعيبة عشان نسعد الشعب المغربي. في تفصيلة بقى تانية فيما يخص المؤتمر الصحفي للمنتخب الوطني عشان تعرفوا بس بعض التفاصيل، المفروض الكروش كان في مؤتمر صحفي بعد منتخب المغرب على طول الساعة 1، فقال لا انا مش هعمل مؤتمر الصحفي، انا اروح اتدرب الاول ثم ارجع اتكلم انا مثلا ومحمد صلاح كابتن المنتخب او عمرو السولية. الراجل راح الملعب اتدربوا، وهم راجعين في الطريق، الطريق زحمة في ازدحام من السيارات، وعشان حضراتكم بس تبقوا عارفين اللي التدريب في ملعب والمؤتمر في ملعب تاني خالص، فالراجل فضل اللي هو يروح يتدرب الاول وهو حقه، فهو راجعين في الطريق، الطريق زحمه، خلاص اتلغى المؤتمر او ما راحوش المؤتمر. طبعا وسائل الاعلام اللي موجوده والوكالات اللي موجوده كانت حاضره مستنياه، زعلوا شويتين، ولكن الراجل مش بايده، وانا قلت لكم بيبقى فيه امكانيات، ما تقسوش دايما على بلدنا، بلدنا فيه امكانيات كبيره جدا وفي بنيه تحتيه وفي وسائل مواصلات وفي نظام وفي انضباط. قلت لحضراتكم قبل كده لو نرجع للبطوله اللي قبلها، الحاجه السيئه الوحيده اللي احنا خرجنا يعتبر من الادوار الاولى، ولكن قدرنا نجهز في وقت بسيط جدا، دي امكانياتنا، فمش عايزين نقيس لان في امور صعبه كتير جدا جدا في افريقيا، ومن فنادق لملاعب لارضيه ملعب لاجواء ميبقاش الاستعداد زي ما انتم متخيلين، بنحاول دايما نجمل الصورة لان افريقيا مهم جدا برضو
تبقى البطولة موجودة ونحافظ البطولة، على عكس تبقى بتتلعب على عكس ما الاتحاد الأوروبي وساعات الاتحاد الدولي كانوا بيتدخلوا بكل قوة البطولة دي ما تتلعبش، ولكن عشاء القدر اللي هي تتلعب بضغط بقى من حكومة الكاميرونية ومن صامويل إيتو اللي هو كان عنده إصرار بشكل كبير جدا كنجم وكاسم كبير في أفريقيا اللي البطولة تتلعب. ولو كان حصل عكس كده من وجهة نظري كانت هتبقى كارثة لأفريقيا، لأن هتبتدي بقى البطولات كلها تتسحب بقى وتلاقوا كلام فارغ واحنا ما نحبوش عشان نحافظ على كرامة أفريقيا. ده في منتخبنا الوطني، وده فيما يخص اللي اتقال من المؤتمر خليلو فيتش المدير الفني لمنتخب المغرب. دايما في حلقتنا بنحب نسمع نجوم مرت بالمواقف دي ونجوم يعرفوا الكرة المغربية كويس، وكان في مباريات كتير مع نجوم كتير جدا. خلونا نسمع واحد من نجوم منتخبنا الوطني على مدار سنين طويلة، واحد من أفضل الحراس في تاريخ مصر، الكابتن نادر السيد. كابتن نادر برحب بحضرتك في أوضة اللبس. كابتن شادي، ازيك كابتن شادي؟ الله يخليك حبيبي. ازيك كابتن نادر، عامل ايه؟ تمام، كله زي الفل الحمد لله. وحشني كتير، ولا كلمتني ولا باركت على البرنامج ولا اي حاجه خالص. انا بارك دايما وبتمنى لك كل التوفيق، وانت دايما ان شاء الله اضافه لاي مكان انت موجود فيه. وبعدين انت مش بس مذيع، انت برضه انت كمان لعيب كبير وخبرتك كبيره جدا حبيبي وكابتن، يعني كابتن تاريخي للنادي الاهلي زي كتير من الكباتن الموجودين. ما ان شاء الله بتاريخك الكبير كلاعب ومهنيتك الاعلاميه اكيد بتعمل اضافه كبيره جدا. كابتن نادر، المنتخب امام كوت ديفوار فاجئنا بكل التفاصيل، لعيبه كانوا رجاله بمعنى الكلمه، الروح كانت قويه جدا اللي طالبنا بيها، حراسه المرمى لعبت دور كبير جدا جدا سواء محمد الشناوي او ابو جبل. شايف مباراه المغرب القادمه اللي هي غدا يا كابتن نادر شايفها ازاي؟ أنا شايف الحقيقة لو يمكن الإعداد عندك يا كابتن شادي رجع للتصحيحات بتاعته قبل البطولة، رغم كل الانتقادات اللي كانت المنتخب بيتم انتقاد اللعيبة وكيروش وكده وكده، أنا كنت مؤمن جدا جدا بكيروش ومؤمن جدا بالمنتخب باللعيبة الموجودين في المنتخب، لأن اللعيبة اللي أنا متحفظ عليه دايما الحقيقة زي ما كان بيحصل كتير في الأوقات معانا، ان تشكيك في الوطنيه وتشكيك في بعض الاوقات، يعني وفي بعض الناس مش كل الناس طبعا يعني، وان احنا مش عايزين نبذل مجهود وان احنا مش عايزين نلعب وان صلاح خايف على نفسه وان مش عارف لعيبه المحترفين مش عايزين يجوا المنتخب. الكلام ده الحقيقه مش مظبوط، لان التاريخ ما بتكتبش الا مع منتخب مصر، واشهر لعيب واكبر لعيب مش هتكلم علينا احنا على جيلنا، بتكلم على الوقت الحالي. صلاح نفسه كل اللي بيتمناه وبيطمح بيه رغم كل العالميه اللي وصل لها مع ليفربول ان هو عايز يكسب البطوله. فانا ما كانش عندي شك في طموح اللعيبه ولا اخلاصهم في البطوله. ممكن في بعض الاوقات الاداء ممكن يزيد وينقص شويه، انما ممكن نتكلم على ده انما ما نتكلمش على نيات اللعيبه وشخصياتهم. فانا كنت متحفظ كبير جدا. انا كنت عارف كويس قوي، انت عارف يا كابتن شادي بخبرات سابقه، ان الماتشات دايما بتاعه المجموعات مش ماتشات تقييم، هي ماتشات تجميع نقاط بس فقط لا غير. يعني انا بجمع نقط وبعد كده البطوله الحقيقيه بتبتدي من دور ال 16، انما انا بكسب ماتش بتعادل ماتش بكسب ماتشين فبتاهل، شكرا انا كده اديت المهمه. نبتدي بقى من دور ال 16. فانا كنت متاكد ان احنا هنكسب كوت ديفوار. ماتش المغرب مش سهل اكيد، لان الكره المغربيه والمصريه قريبه من بعض، فبالتالي نفس الذكاء ونفس الفكر ونفس المهاره. انما انا شايف ان احنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نكسب المغرب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن، المدير الفني لمنتخب المغرب قال نقطه مهمه جدا وبخبراتك عايز اعرفها منك كابتن نادر، قال لك مباراه بتاعه التفاصيل الصغيره. ايه هي التفاصيل الصغيره كابتن نادر؟ التفاصيل الصغيرة هي الكورة كلها، الكورة عبارة عن تفاصيل يا كابتن شادي. يعني ايه تفاصيل؟ يعني لو زي بالظبط انا كحارس مرمى مثلا ما بعملش تمركز كويس، الشكل الجسم بتاعي او الاداء الحركي بتاعي مظبوط، المهارة بتاعتي مظبوطة، عناية مظبوطة على الكورة، رجلية مظبوطة على الوقفة معينة في اتساع معين، كل دي تفاصيل. انت نفس الموضوع لو انت راجل مدافع مش شايف الكورة وشايف المدافع وكوره وانت عينك على الكوره فبالتالي بتقابلها في تايمنج مظبوط عشان خاطر في الاخر خطوات رجليك مظبوطه، ده تفاصيل اللاعب.
تفاصيل اللاعب بقى، كل لاعب من ال 11 هم كل واحد عنده تفاصيله، فبالتالي بتعمل تفاصيل المباراه. التمركزات، الترحيل، الميس باس، ان انت يجي لك هجمه نص هجمه تجيب منها جول، انك انت تعمل ضغط جماعي في ضغط ضغط جماعي على في منطقه الكوره، فبالتالي ما يكونش في يعني زاويه تمرير، كل دي تفاصيل يعني. فهو عنده حق في الاخر، كل ما يبقى فيه دقه في التفاصيل، كل ما يكون فيه انت تقدر تكون يعني انت اللي بتليد الجيم، انت اللي بتراكب الجيم. كابتن نادر، خليني برضو بخبرة حضرتك، انت واحد من نجوم اللي حققت بطولة افريقيا مع الكابتن محمود الجوهري، وكنت متألق بشكل كبير جدا. فعندنا عايز استفيد من خبرتك، عندنا حمدي فتحي، انا من وجهة نظري ظهور النني بالشكل ده وياخد نجم المباراة، كانوا الثلاثة مكملين بعض، سواء السولية او النني او حمدي فتحي. حمدي فتحي بيغيب، مين اللي يعوض غياب حمدي فتحي؟ الحقيقه انا طبعا يعني الحمد لله اكيد اضافه، انما انا شايف ان احنا محتاجين اتنين بس نص ملعب مدافعين، يعني النني وعمرو السوليه بنقدر ان احنا نمسك الكوره اكتر، انما اضافه زيزو كمان بتعمل سرعه على الريتم. دي يعني حقيقة. انت عندك يا زيزو يا عبد الله السعيد، بس انا افضل عشان خاطر في سرعات كتيره جدا في المغرب، انا افضل الثلاثه اللي في نص الملعب يبقى زيزو والنني والسوليه، وقدامهم الثلاثه المهاجمين اللي هو بيلعب بيهم دايما كيروش. صلاح، مرموش، مصطفى محمد. مرموش، مصطفى محمد، صلاح او تريزيجيه، بس انا افضل تريزيجيه دايما يعني مكان مرموش، يعني او بنفس المكان بتاع مرموش، لان هو في بعض الاوقات بيحطه في نص الملعب، انما انا شايف ان تريزيجيه يلعب في مكانه الطبيعي يعني. كابتن نادر، محمد عبد المنعم ظهر بشكل كويس جدا واستغل غياب الونش، هو مش موجود للإصابة، الونش رجع بالسلامة، أنت لو مدير فني تلعب الونش ولا يستمر محمد عبد المنعم؟ أنا أقدر جدا جدا المجهود اللي عمله محمد عبد المنعم في ماتش كوت ديفوار، وأداؤه الكويس جدا ومحترم جدا، وكان رائع محمد عبد المنعم، بس ألعب الونش. كابتن كل نادر، مباراة وليها ظروفها، كل مباراة وليها ظروفها، بالظبط، وكل مباراة وليها لعبتها، يعني ده ما يقللش محمد عبد المنعم، ممكن احط الونش النهارده، ممكن النهارده ابو جبل، ممكن لو رجع الشناوي شايف ان الشناوي هو يكمل البطوله، يعني كل مباراه وليها ظروفها وليها لعبتها. كابتن نادر انا بشكرك، وان شاء الله بارك لك بعد المباراه بكره ان شاء الله بفوزنا على المنتخب المغربي، وعلى المستوى الشخصي انا مبسوط جدا اللي سمعت صوتك، انت عارف حبيبي من الشخصيات اللي انا حبيبي بحبها وبحترمها جدا حبيبي يا ابو كابتن نادر. فارس، ربنا يخليك حبيبي، متشكر جدا جدا، هو إن شاء الله موفق دايما وإضافة كبيرة، وربنا يوفقك يا رب. حبيبي يا كابتن نادر بشكرك شكرا جزيلا، واحد من الحراس الكبار حقق بطولة أفريقيا مع كابتن محمود الجوهري، تألق بشكل كبير جدا في أي مكان فيه، وواحد من الشخصيات كمان اللي أنت تستفيد منها، وأنا على المستوى الشخصي نادر السيد بالنسبة لي حد أثق فيه وفي بعض الأمور فيما تخص كرة القدم وغير كرة القدم. طيب كنت بتكلم، طب ما انت حضراتكم على بعض اللاعبين اللي رجعت المؤتمر وتفاصيله اللي حصل فيه والراجل ما راحش ليه، كل ده قلناه قبل مداخله الكابتن نادر السيد. في نقطتين عايز اتكلم فيهم بسرعه، ومش عايز اتكلم في اي سلبيات، لان دورنا قلت لكم خلاص اللي طلبناه من اللعيبه والمدير الفني عملوه المباراه الاخيره امام كوت ديفوار، وشفنا شكل يليق بتاريخ منتخبنا، وانا قلت بعد المباراه على طول لا قدر الله كنا خسرنا كنت هطلع اسقف لمنتخبنا على الاداء الرجولي، الروح، مفيش تقصير من اي لاعب، الروح اللي احنا عاوزينها، الريتم السريع، البساطه اللي الخلف ما كانتش موجوده، التشكيله صح، التغييرات صح، كل حاجه كانت صح، فعملنا اللي علينا. فهنرجع نكرر تاني نقول النهارده نفس الكلام، نعمل اللي علينا، الدوافع، وراك شعب عايز يفرح، واديكوا شفتوا ردود الفعل من وقت كوت ديفوار، بنيتوا ثقه كبيره، ما ترجعوش لورا، اشتغلوا على ده، كمل في الطريق اللي انت مشيته، اجواء البطوله بتحلو، واديتونا امل بعد الاداء الرجولي واداء الابطال اللي كانوا موجودين في مباراه كوت ديفوار. نتمنى كل لعيب يبقى موجود في التشكيله يركز بشكل قوي، لان الناس كلها وانا جاي على الناس عم هنعمل ايه هنعمل ايه، سؤال معتاد من الناس كلها. انتوا تدوا الثقة اكتر لكل الجماهير بفوزكم بكرة على المنتخب المغربي،
وحلم البطولة يكبر والناس تثق فيكوا اكتر كمدير فني وكلاعبين. احنا بنثق فيكوا وعارفين ان انتوا رجاله، واثبتوا ان انتوا رجاله المباراه الاخيره بالروح والجدعنه والقوه في الاداء والاخلاص. ابتدينا بنقابل منتخب قوي عنده تفاصيل كتير جدا، عنده محترفين كتير جدا، لكن قدرنا ولما بنقدر بنقدر نحقق. وللامانه مفيش دافع، دايما بقول خلق الدافع، انتوا عليكم مسؤوليه شعب كامل وعايز يفرح وفرح بعد مباراة كأننا خدنا البطولة بالظبط، ففرحة بتجيب فرحة وانتصار بيجيب انتصار. ده دور اللعيبة ودور نجمنا محمد صلاح، يقعد مع لعيبته يحفزهم، شيل الضغوط من على لعيبتك، شيل الضغوط من على لعيبتك، كلم لعيبتك اعمل اللي عليك خلاص. في وعي من الإعلام معاك، وفي حتى لو في البعض بيتكلم في تفاصيل صغيرة محدش هيسمع له وانت بتكسب، محدش هيسمع له ابدا، هيسمعه لصوت او الاداء الرجولي اللي انتوا دايما بتلعبوا بيه. ده مهم جدا نقوله لحضراتكم. قبل ما اتكلم في التفاصيل الصغيره بخبره سنين طويله، واتمنى انا عارف الجهاز الفني بيتابع كل حاجه، التفاصيل الصغيره هي عندي هشرحها دلوقتي فيما تخص شمال افريقيا، لان ممكن لا قدر الله يجي فيك هدف هتلاقي نفسك بتلعب ربع ساعه، تلعب تلت ساعة في مدرسة كده بتاعت تضييع الوقت عندهم من الخبرات وأجيال بتسلم أجيال المدرسة دي. فإيه التفصيلة الصغيرة هشرحها على الشاشة، ولكن كمان إحنا عندنا تفاصيل صغيرة. يعني على سبيل المثال بشوف في البعض بياخدنا لطريق تاني، يعني مثلا الكابتن ضياء السيد لازم لما يسجل ولما يقعد يتكلم، الفيديو المنتشر في كل حتة وعليه تعليقات سلبية كتير جداً، حصلت مرة ما ينفعش حاجة تتكرر تاني، فالكابتن ضياء لازم تخلي بالك. فالبعض هنا بيبقى فيه كاميرات وكاميرات متابعة وتصيد أخطاء والكلام ده كله، فلازم نخلي بالنا اللي في جملة ممكن تتقال. المكانة بتاعتي كبيرة جوه منتخب مصر المدرب العام، فلازم أخلي بالي من التفاصيل الصغيرة، وقت الهزار هزار وقت الجد جد، ولما أكسب بضحك والضحكه في محلها او الكلام في محله، ما يبقاش في افوره في الفرحه، لان احنا لسه دي اول مباراه نظهر بالشكل الكويس، ما يبقاش في افوره في التصريحات ونحط كل حاجه في مكانها في المربع بتاعها. فبالتالي الفيديو المنتشر انا مش عايز اعرضه، عندنا مباراه بكره ودولنا نحفز ونقول للناس ندعي كالعاده لمنتخبنا وندعي رجالتنا ونبارك لبعض ان شاء الله منتخبنا بكره، ولكن في التفاصيل الصغيره دي للبعض بيديها حجم اكبر من حجمها. ليه؟ ثقافه. وانا دايما بقول لحضراتكم كده، هات اي حاجات مشكله تلاقي ملايين دخلوا على جمله مشكله او خناقه او فضيحه. ثقافه. وتلاقي حاجه كويسه، بص الروح ما بين الاهلي والزمالك تلاقي عدد الفيديو يتعدى على صوابع الايد. فليه ندي مجال للناس اللي بتحب تعمل فتنه عن طريق فيديو اتكلمت فيه بسلامة نية او بضحك او بهزر او ناس تتصيد لي الاخطاء؟ فالكابتن ضياء السيد خلي بالك من التفاصيل دي، لانها مش اول مرة تتكرر، وده من احترامنا ليك ومن خوفنا عليك بنقول لك خلي بالك. فيما يخص برضو فيديو تاني منتشر غريب جدا ما بين محمد شوقي ووائل جمعة، انا مش هتكلم في تفاصيله، لكن من وجهة نظري انا البسيطة، تغيير فندق مش تغيير فندق احيانا بيجي لك، ولا تفكر بقى في بوكت ماني، ولا تفكر في 500 دولار ولا 1000 دولار، ولا اللي احنا فيه هو اكبر من الماديات. لما بتصنع مجد لنفسك وتاريخ لنفسك هو اهم من فندق كويس ولا اي ولا فلوس ولا بوكت ماني ولا اي حاجه خالص. وانت لو قاعد في مخيم لازم تقاتل وتتحمل مسؤوليه الشعب ده. فاحيانا يحصل لك حاجه صعبه في معسكر او في بطوله تخلق روح بطل وتحدي وتخلق اراده، اتعلمنا كده كلنا. يا ما احنا روحنا قعدنا في جروه قبل كده، والله العظيم انا استحي احكي، بس لو عاوزين يعني فريق العمل بيقول له يحكي فخلاص ماشي، ممكن احكي لكم حته صغيره. سافرنا نقابل القطن الكاميروني قبل كده في الكاميرون في البلد اللي في كان فيها المنتخب ابتدى فيها.
عشان تاخد شاور. احاول بقى انقي الالفاظ كده. الفندق كان وحش جدا جدا، والاجواء صعبه جدا، والحشرات الكبيره دي بتعدي جوه الاوضه عادي بالمناسبه. فخلاص هتلعب يعني هتلعب، ده بيخلق، هنكسب يعني هنكسب في الاجواء دي. فكنا عشان تاخد شاور بعد التمرين كنت بتلاقي بيسموها ايه بتاع البلاستيك المدوره، مش هقول بقى، ما اقول تشت. مش عارف، مش عايز، والله العظيم ده كان بيحصل. وحتى لو احنا ما حكيناش الكلام ده، جه وقته عشان الفيديوهات اللي انتوا سامعين فيها كلام ما ينفعش اللي احنا نشوف. وكنت تملي كده وتروح واخد الشاور ليه؟ عشان ما بيننا وما بين بعض في جماهير محتاجة تفرح، فلازم هنتحدى كل الكلام الفارغ ده، هنعديه. وما كده كده هناخد شاور وخلاص، وهنرجع نستحمل الثلاث ايام دول اللي احنا فيهم، عندنا حلم اهم، ونرجع ببطولة افريقيا دي. سمعتوا حضراتكم اللي حد قال لكم ده حصل قبل كده؟ لا، عشان ده الطبيعي. لما تلاقي ده موجود بيخلق عندك اراده النصر. لا، رغم ده بيقعد، دي تحديات هقبلها وهاقلم نفسي على الوضع ده، ثم هقاتل عشان اكسب. وخلاص انا جاي الهدف، سلاحي معايا اللي هو شنكاري، جزمتي، ترنجي، فرقتي، تركيزي، كل حاجه. مخلص المهمه ارجع بالكاس، انا عملت مهمتي، سلام عليكم، خلاص اللي بعده. فمش فاهم بقى، نخش في تفاصيل البطانيه دي حلوه ولا المخده دي كويسه ولا مش عارف. ده انا بتكلم العدل، والله ده مش وقت الرفاهيه. رفاهيه لما خلاص ترجع بالكاس وارجع البطوله، ابقى اروح بقى مصر فيها رفاهيه بشكل كويس جدا. دلوقتي هقوم اشرح لحضراتكم التفصيله الصغيره من وجهه نظري. في كوره شمال افريقيا بتعتمد على الكرات الثابته، وشفنا اخر مباراه فاول متميز جدا جدا، حسم المباراه، خلص 2-0 خلاص. انا شرحت لحضراتكم من شويه فيما يخص التشكيله، وهشرح بسرعه اللي انا عايز اقوله التفصيله الصغيره سريعا. وانا بقابل المنتخب المغربي في الخطوط الحمراء، المربع ده كده كله هنا كده، المربع ده كده هنا، ما الفاولات اقلل من الفاولات هنا. خلي بالي، مش معناها ان انا ما العبش بمنتهى القوه، لا، العب بمنتهى القوه والتركيز طالما الراجل قدامي، ما اندفعش واعمل فاولات في المنطقه الخطره دي. ليه؟ دي التفصيله الصغيره من وجهه نظري لمنتخبنا الوطني، ودي نصيحه. هم مميزين جدا في الكرات الثابته، فرق الجزائر، فرق المغرب، الفرقه التونسيه، المنتخب الجزائري، المنتخب التونسي، والمنتخب المغربي ايضا. ابعد الفاولات بتاعتي عن المنطقه دي، ابعد خالص. ليه؟ هم مميزين جدا في الكرات الثابته، فما ينفعش ما ينفعش اعمل فاولات كتير وادي الفريق اللي قدامي ثقه اوديله، لان ممكن تفصيله صغيره زي ضربه ثابته تحسم المباراه. فلازم اللعيبه خط الدفاع، وسط الملعب، وحراسه المرمى قاعده خاصه، نخلي بالنا الراجل يبقى في صدري، ما حاولش اندفع، اعمل فاول هنا فاول هنا فاول هنا فاول هنا، ضربات ركنيه كتير، اضغط نفسي بدون سبب. ودي من اهم مفاتيح المنتخب المغربي. عندهم لاعب اسمه اشرف حكيمي، من مسافه بعيده جدا المباراه الاخيره سجل هدف ولا اروع ولا اروع، كره ثابته، الراجل اللي عملها باتقان شديد جدا، رايحه صعبه جدا على حارس المرمى. فدي تفصيله صغيره، ودي نصيحة للجهاز الفني واللاعبين، نخلي بالنا من المنطقة دي. فاول هنا خطر، هنا خطر، هنا خطر، هنا خطر، هنا خطر، ضربات ركنية، نخلي بالنا. ودي التفصيلة المهمة جدا جدا، ودي مفتاح الفوز للمنتخب المغربي. هيكسب، دي الخطورة بتاعته في الشكل ده. انا ما اخافش على التشكيله، محمد عبد المنعم هيلعب الونش مكانه، هيبقى زيزو مكان حمدي فتحي، وده الارجح زي ما حضراتكم شايفين، وده اللي احنا حاطينه. عمر كمال عبد الواحد، حجازي، محمد عبد المنعم، فتوح، السوليه، النني، زيزو، مصطفى، مرموش، صلاح. نلعب بنفس الاداء
طالما كويسين بطريقة لعب طلعت إمكانياتنا الفنية نلعب بيها، ننزل تحت خط الكورة وبسرعة اللي كان بيتعمل لمحمد صلاح في مساحة فاضية من غير ما تبص له. مش لازم خلاص أنت عارف نوعية زميلك بيلعب جنبك ماتشات كتير، فهمت طريقة لعبه، أحط في مساحة فاضية سواء لصلاح أو مرموش. مرموش كان هايل أيضا المباراة الأخيرة، ليه؟ لأن بصراحة الكرة بتمسك الكرة من هنا، إنني يحط في مساحة فاضية، السولية يحط في مساحة فاضية، حمدي فتحي كان بيحط في مساحة فاضية، ثم بينطلق الوفرة العددية. محمد صلاح كنا بنشوف مصطفى محمد على الأولى، عمر مرموش بيضم لجوه، ثم المنتخب بيطلع ككتلة واحدة. ده اللي خلى شكلنا كويس جدا جدا جدا. فنحافظ على اللي نهينا منه، اللي نهينا منه اللي أنا بقوله ده. ده كان بس التفصيلة اللي أنا عايز أتكلم فيها النهاردة فيما تخص الضربات الثابتة للمنتخب المغربي. منطقة الخطورة نقلل من الفاولات لأن دي خطر علينا بشكل كبير جدا جدا جدا. كمان بنقول لأبو جبل عيد ميلاده النهاردة، بنقول له كل سنة وانت طيب. 33 أبو جبل كان نجم فوق العادة المباراة الأخيرة، فبنقول له كل سنة وانت طيب، ومعانا كده نستعرض حاجة بسيطة لأبو جبل مع حضراتكم، اتفضل. ابو جبل كل سنه وانت طيب. المباراه الاخيره كنت راجل بمعنى الكلمه، وان شاء الله بكره زي ما بيقولوا حراسه المرمى نص الفريق، تكوينك الجسماني 10 على 10، عندك خبرات، بتلعب في نادي كبير بحجم نادي الزمالك، وانا مش هتكلم على الوان، انت تمثل المنتخب الوطني. تالقت المباراه الاخيره، وان شاء الله تقدر بكره تساعد كل اللاعبين وتساعد نفسك في الفوز وتتعامل مع كل الكرات. ومهم جدا تاني وتالت ومليون، زي ما قلت لكم في حاجات بتخلق بيها دافع عند اللاعب. ابو جبل لما لعب المباراه تالق بشكل كبير، وردود الافعال عليك يا ابو جبل كانت قويه جدا من الناس كلها، والكل اشاد بيك انت ومحمد الشناوي. وكمان للامانه هنا الناس كلها فعلا ابتدت تستجيب للكلام الاهلاوي قبل الزملكاوي، الكل بيحلم وكبر الحلم معانا بعد الاداء الاكثر من رائع من كل اللاعبين. فكل سنه وانت طيب ابو جبل، وان شاء الله مستنيين منكم اداء بطولي وفي الروح موجوده، وطول ما الروح موجوده والرجوله جوه الملعب موجوده ما نخافش على منتخبنا. هنروح نشوف فيو او سريع عن منتخبنا الوطني وكروش والمنتخب المغربي. رجع لحضراتكم. اختتم منتخب مصر ميرانو الرئيسي اليوم قبل مواجهة منتخب المغرب ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية في المباراة المقرر إقامتها مساء الأحد. وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب المغرب في تمام 5 مساء بتوقيت القاهرة، في لقاء قوي بين المنتخبين ومنتظر جماهيرياً، في لقاء يرغب الفراعنة في التأهل لدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية، ويطمح منتخب مصر في التأهل لنصف نهائي كأس الأمم والفوز على منتخب المغرب بعدما تأهل الفراعنة على حساب منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات دور 16 من البطولة الإفريقية بركلات الترجيح، وذلك بعد التعادل السلبي في المباراة. ويدخل منتخب مصر دون حارس مرمى محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أمام كوت ديفوار، وسيكون محمد أبو جبل حارس المرمى الأساسي أمام منتخب المغرب بجانب عدم جاهزية حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية، بينما استعاد منتخب مصر لاعبه محمود حمدي الونش بعد الشفاء من الإصابة. وستكون مواجهة منتخب مصر أمام المغرب قوية بسبب ما تملكه المواجهة من لاعبين مميزين،
بتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ولاعب المنتخب المغربي. ده كان تقرير عن منتخبنا الوطني، ربنا يا رب يوفقهم بكرة، وكلنا بندعي لكم وانتوا قدها وقدود. وبصراحة المباراة الأخيرة خلت الثقة تكبر كتير، زي ما كنا بننتقد بكل قوة بعض الأمور اللي من وجهة نظرنا كانت مخلية الأداء مش الناس خلاص يعني فقدت الثقة للأمانة، ثم بترجعوا المباراة الأخيرة أداء ولا أروع، في كل حاجة كويسة، نلعب نفس الأداء، مطلوب رجولة تقاتل جوه الملعب، وسيب النتيجة على ربنا سبحانه وتعالى. وأهم حاجة بعد المباراة لو كويس جدا ولا قدر الله حصل حاجة هنسقف لك ونقول لك خلاص هارد لك عملت اللي عليك، لكن احنا مش بنحب التقصير، لان عندك الفرصة اللي انت تكسب وتكمل في البطولة، لان عندنا دايما بقول من الامكانيات اللعيبة جوه الملعب وعلى المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. اتمنى كروش كمان هو وجهازه يبقوا مركزين بشكل كبير جدا، لان المباراة لا تقبل القسمة على 2، هيخرج واعتقد من وجهة نظري خلاص كل المنتخبات العربية خرجت، المنتخب الوحيد اللي هيكسب بكرة هو اللي هيكمل، وهيبقى المنتخب العربي الوحيد اللي بيكمل في البطولة. فعشان كده نتمناها مباراة فوز المنتخب المصري ان شاء الله، وقادرين بمنتهى السهولة، بس لما بنركز وبنلعب بروح وبنلعب بأداء رجولي. كمان خليني بسرعة كده اروح شوية اخبار عن النادي الاهلي، وده اللي انا عايز اقوله لما نيجي نستعرض الاسماء والمصابين كتير جدا. يعني مثلا بيرسي تاو تأكد غيابه اكتر من شهرين، بنتكلم محمد الشناوي مع المنتخب الوطني، بنتكلم عن بدر بانون مع منتخب المغرب، حمدي فتحي بيتصاب مع منتخب الوطني، محمود متولي اصاباته كانت كتير جدا مع النادي الاهلي، وكان من قبله رامي ربيعه، وفي علي معلول النهارده شارك مع المنتخب التونسي. وده هيخليني اقول اللي علي معلول وديانج خلاص هينضموا بعد خروج منتخب مالي وبعد خروج منتخب التونسي، دول خرجوا فبالتالي هينضموا للنادي الاهلي، وعشان قصه الاصابات بتضرب النادي الاهلي بشكل كبير جدا. بنتكلم على صلاح محسن وقت طويل يلعب مباراه ماشي على سطر وتسيب سطر، بنتكلم عن اكرم توفيق اللي احنا بنقول له الف سلامه، اجرى العمليه بنجاح الحمد لله وربنا يا رب يرجعك بالسلامه. بنتكلم عن حسام حسن كمان اخر مباراه ليه مع النادي الاهلي في كاس الرابطه خرج مصاب. اصابات كتير جدا جدا، لكم ان تتخيلوا النادي الاهلي هيلعب كاس العالم للانديه بدون راس حرب. محمد شريف مش موجود، لو المنتخب ان شاء الله كمل هتبقى فيه صعوبه. حسام حسن مصاب، صلاح محسن مش موجود، بيرسي تاو اتصاب، فدي ازمه داخل النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا جدا. في البعض بينتقد ويقول لك مجلس الاداره ليه انتظر كل دوت عشان ما عملش صفقات من بدري، ليه كان معاه شهر ما انت في حاجات ما مش في علم الغيب، بس يعني انا مش عايز اقول تفاصيل لان البعض بيتكلم وخلاص شويه يعملوا نفسهم بيحبوا النادي الاهلي قوي عشان وناس شويه بعد لما تلاقي حاجه وتشوف كده يعني مثلا ايه الصفحات اللي فيها ارقام شويه تبتدي ايه تلعب باذان الناس عشان تحت مسمى الترند. وانا مش هقول لنا قريبين من معسكر النادي الاهلي او الزمالك، احنا قريبين من معسكر كل الناس، بس ما بنلعبش بعقول الجماهير، شويه اشوف المجلس حلو قوي وشويه اشوفه لا عنده اخطاء فما لحقش يجيب صفقات وازاي ما خرجش اللعيبه بسرعه، فاحنا ما بنضحكش على جماهير وما بنعملش شعبيه زائفه. فالبعض طلع عايز يقول اللي مجلس الاداره اللي هو بقى قبلها يعني مثلا، والجميل في الكلام يجي يقول لك ايه، وانا بتابع على فكره كل حاجه، فيقول لك ايه نادينا، انت تعرف ايه عن نادينا؟ انت بتلعب على الجماهير عشان هي تحولت الامر، كل اللي على اليوتيوب بقى سبوبه دخل، مصدر دخل، يقول لك مش عارف قد كده يجيبوا قد كده، فبقى نادينا بتلعب على الشعبيه. وجماهير الاهلي واعيه، جماهير الاهلي واعيه، ولا بتفقد الثقه في مجلس ادارتها، ولا بتفقد الثقه في جهازها فني، ولا بتفقد الثقه في لاعبتها. اللي بيحب الاهلي بيحبه باللي فيه، باللعيبه اللي بتلعب،
سواء ناشئين او كبار او مدير الفني، حتى لما تعترض عليهم ما بيحبوا اي حد تمثل النادي الاهلي او مجلس ادارته. مجلس الاداره ما كانش يعرف ان محمد الشناوي هيجيله شد، ما كانش يعرف ان حمدي فتحي هيتصاب، ما كانش يعرف ان اكرم هيجيله صليبي. ففزلوكا بيه في الحته دي يريحونا شويه وما ينصبوش نفسهم اللي هم يعني حب الاهلي بالنسبه لهم عشق فجاه. فانتوا بتلعبوا على وتر الجماهير، وانا بريحكم وبحكم خبرات سنين طويله جماهير الاهلي ما بتضحكش عليه، على بلاطه كده. ماشي؟ فده مهم جدا بالنسبه لي اقوله عشان بس الامانه تقتضي اللي انا اقول الكلمتين دول، عشان في وقت كده تخش تشيطن الجماهير فجاه ضد ناديها. فجماهير الاهلي ما بتعملش ده، ومقدره الظروف اللي موجوده المحيطه باللي بيحصل داخل النادي الاهلي. طيب نروح كمان لاخبار نادي الزمالك. فيما يخص طارق حامد، طارق حامد في الكواليس كده في عروض سعوديه بتجيله، وفي بيراميدز بيتكلم معاه، وهنا نادي الزمالك بيدور على سيوله عشان يحسم بعض الامور. طارق زملكاوي؟ طبعا زملكاوي، بيحب نادي الزمالك؟ طبعا بيحب نادي الزمالك، محدش يتكلم في ده يزايد على ده، ولكن هو عنده تجديد. ففي انتخابات في نادي الزمالك، انتخابات نادي الزمالك بتعجل من الاستقرار داخل النادي، فعشان كده في كمان رغبه متبادله ما بين الطرفين اللي كله يستنى فيما يخص بن شرقي ونادي الزمالك. بن شرقي كل شويه تصريحات، لا انا هستنى للمجلس لما نشوف مين انتخابات، ولا طب انا مش عارف ايه وبتاع. اللي عايز بيقول انا عايز خلاص انا عايز بس استنى الانتخابات، قولا واحدا ده الكلام. و للأسف السنة اللي مجلس الإدارة اللي كان منتخب بعد جاء لجنة واتنين، فاللجنة واتنين ليها ثقافة مختلفة أو فكر مختلف، لقينا بعض المشاكل فيما يخص تأييد لاعبين وفيما يخص مستحقات وعقود لعيبة وتجديدات والكلام ده كله. فالمجالس المنتخبة بتحافظ على استقرار النادي واللاعب، بتبني ثقة مع اللعيب وبتبني ثقة مع الشركات. لكن أنا النهاردة شركة أروح أتعاقد، مش عارف في مجلس ولا مفيش مجلس هيجي، هل لما اعمل تعاقد المجلس ده هيعترض عليا ولا لا؟ فكل ده. فاتمنى الانتخابات نادي الزمالك القادمه المجلس اللي الجمعيه العموميه هتجيبه عنده مسؤوليه صعبه جدا جدا جدا، سواء الاستاذ مرتضى منصور او الكابتن احمد سليمان. اللي هينجح هنقف في ظهره ونحافظ على استقرار نادي الزمالك، ده مهم جدا جدا. فيما تخص التجديدات، أنا الأندية الكبيرة خدوها على مسؤوليتي، مشيت أجيال وجت أجيال بيكمل الأهلي في طريقه وياخد بطولات. لو الكورة بتقف على حد للأمانة كانت وقفت على أسماء رنانة سكنت قلوب الأهلاوية والزملكاوية، لكن الزمالك بتغيب عنه ساعات البطولات للأزمات اللي بتبقى موجودة وبتتسبب بشكل كبير جدا عدم الاستقرار، البطولات ما تجيش للأمانة، واللاعب يبقى عنده تخوف يروح نادي الزمالك في ظل المشاكل اللي هي متصدره في الاعلام. وفي نفس الوقت النادي الاهلي خلاص بيمشي فلان بيدخل فلان جوه المركب وتمشي السفينه ترس شغال. فهنا انا بقول طول الوقت اللاعب اللي ما يقدرش المكان اللي هو فيه قول له شكرا، بس عرف جمهورك، خلي جمهورك داعم، ما تقعدش في الكواليس. في بعض الامور ما ينفعش تتحكي، ولكن المهم اللي انت تحافظ على اسم النادي اللي هو اهم من اي لاعب. لان مشي ساسي الزمالك اخد الدوري وكان يعني ايقونه عند جمهور نادي الزمالك، بس ما وقفش الزمالك عنده، واجيال اعتزلت كبيره محترمه محترمه وكان من نادي الزمالك، والاهلي كذلك اجيال رائعه رائعه وجابت بطولات كتير جدا، والعجله الانتصار والفوز موجوده. ده مهم جدا لانديتنا المحترمه. خلينا نروح لنجم لا ينسى النهارده. في نجم لا ينسى واحد من نجوم نادي الاتحاد السكندري، اسم كبير وشخصيه محترمه جدا جدا جدا، الكابتن شحته الاسكندراني. النهارده بنكرمك في اوضه اللبس، وانا قلت لكم هنكرم كل الناس. كابتن شحته نجم كبير، علامه من علامات الاسكندريه وفريق الاتحاد السكندري، معانا في نجم لا ينسى النهارده فقره التكريم البسيطه، واتمنى التقرير يعجب حضرتك، وبعدها هستقبل
نجم اوضه اللبس النهارده، واحد من نجوم نادي الزمالك والمنتخب الوطني الكابتن تامر عبد الحميد، واحد من الشخصيات المحترمه وبتقول كلمه الحق دايما. خلينا نسمع ويقول رايه فيما يخص نادي الزمالك وكمان منتخبنا الوطني. هنروح لنجم لا ينسى وبعدها كمان نسمع الكابتن تامر عبد الحميد. نجم لا ينسى النهارده معانا، واحد من نجوم الاسكندريه ونجم الاتحاد السكندري الكابتن شحته الاسكندراني. نجم عظيم، نجم كبير. كابتن شحته برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا كابتن. ازاي حضرتك كابتن اسكندراني برضه زينا برضه. ازاي حضرتك كابتن شحته؟ ازاي حضرتك؟ والله الحمد لله، والله الحمد لله. احنا يهمنا ماتشنا بكره ان شاء الله يا ربنا، يا رب ينصرنا يعني ونفرح مع بعض باذن الله تعالى. ان شاء الله ده يبقى مهم جدا جدا بالنسبه لنا، مصر مع المغرب ان شاء الله. ان شاء الله ده الساعه 5 بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله. فيعني ان شاء الله ربنا يوفقنا، وعندنا خامات كويسه جدا. يعني في حارس مرمى كويس، في اثنين سنترافين كويسين، في الجناح اليمين، وفي الظهير الايمن والظهير الايسر. في فرقه كويسه عندنا كويسه الحمد لله، وان شاء الله يلعبوا كده باذن الله تعالى ويسعدوا شعب مصر كله ان شاء الله. يا رب يا رب كابتن شحته. ان شاء الله كابتن شحته النهارده كنت معانا. يعني دايما نجومنا الكبار العظام لازم نفكر الشباب اللي موجود وما شفهمش هم بيلعبوا في فقرة نجم لا ينسى. حضرتك كنت معانا النهارده في الفقرة، وبنعتبرها تكريم بسيط لحضرتك ولتاريخك يا كابتن شحت. أنا بشكركم والله على إن أنتوا طالعيني مطلعيني بقى في التلفزيون وأنا قاعد بتفرج. ده واجب يا كابتن. فحاجة حلوة يعني، أنا سعيد بيها
ويعني برضو ببقى قاعد منفعل مع الناس اللي بتلعب بتاعتنا سواء منتخب مصر ان شاء الله يسعد الشعب المصري كله باذن الله تعالى ان شاء الله. وبعدين برضو بالنسبه بقى للنادي بتاعي نادي الاتحاد السكندري وجمهور وجماهير نادي الاتحاد السكندري ده ناس يعني بتشجعنا تشجيع غير عادي ويعني كان فخر ليا ان انا البس الفانيلا الخضراء اللي هي بتاعت نادي الاتحاد. حضرتك تاريخ كبير جدا يا كابتن شحتة. من خلال نادي الاتحاد حضرتك لعبت منتخب مصر. ومن خلال منتخب مصر لعبت منتخب افريقيا. يعني في ثلاث مصريين في مع منتخب افريقيا. كان طبعا الله بقى يمسيه بالخير كابتن هاني مصطفى بتاع النادي الاهلي. ايوه. وكان في حسن علي بتاع الترسانه. احنا رحنا عملوا لنا معسكر في السنغال في دكار. السنغال قصادها البرازيل لان احنا رايحين هنلعب في البرازيل ان شاء الله. فقعدنا هناك طبعا في عتوجه بتاع تونس كان حارس مرمى. وعمل لنا فرقه كويسه جدا و اتمرنا على ان احنا هنلعب ازاي قعدنا في السنغال الاول والكلام ده كان اليومين دول السنغال دي مشهوره. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيستضيف الرئيس السنغال. يعني احنا الحمد لله كلنا الرياضيين الرياضه دي جميله ويعني الرئيس السيسي يعني راجل محترم جدا وبيحبنا وبيحب مصر. وكان هنا في اسكندريه كان عندنا موجود في اسكندريه وكان يشعل وكان يلعب كوره كمان. والله حاجه تفرح يعني. انا ببقى اشوفه هو بيتكلم الكلام الجميل بتاعه. ان شاء الله مصر هي ام الدنيا كلها فعلا. اكيد مصر ام الدنيا كابتن شحته. هي ام الدنيا مفيش كلام. كابتن اكيد حضرتك تاريخ كبير جدا. مباراة ما تنساهاش في حياتك، اهم مباراة للكابتن شحتة الاسكندراني. يعني انا الماتش اللي كسبته بتاع الاهلي 2-1. كابتن الخطيب كان بيلعب الماتش وجاب جون بعد 5 دقايق. عمله بدماغه حلو قوي. محمود الخطيب ده انا حبيبي جدا يعني وزارني في بيتي. انا عارف ان انتوا اصدقاء قريبين من بعض. والله طبعا. وبعدين عملنا ماتش كوره بقى عشان نتعادل مع الاهلي. فجبت جون انا من حوالي 45 ياردة. وبعدين الشوط الثاني الجارم جات له كوره من ناحيه اليمين للشمال. الجارم كمان كان لعيب كبير برجله الشمال دي راح جايب جون الثاني وكسبنا الكاس. ايوه. حضرتك يعني ده كان فخر لينا وكانت اسكندريه كلها قاعده مستنيه الكاس واحنا جايين بيه. دايما جماهير الاتحاد مؤازره طبعا لنادي الاتحاد دي حقيقه. يا سلام. ما هو برضو الشجاعه بتاعتنا من خلال الجماهير. الجماهير وتشجيعهم لينا وهم اسكندريه جميله كمان. مدينه اسكندريه دي انا بعتبرها اجمل مدينه شفتها في سفرياتي. يعني انا سافرت كتير جدا بس اسكندريه هي اسكندريه. على البحر الابيض المتوسط. ايوه. حاجه شكل جميل يعني. كابتن شحته كنت معانا في نجم لا تنسى النهارده وما نقدرش ننساك ابدا. حابب تقول ايه يا كابتن شحته؟ الله يخليك ويكرمكم والله كتر خيرك. يعني انت شفتني ويعني الانسان سعيد معاكم والله. انا بشكر حضرتك جدا واتمنى حضرتك اشوفك دايما في الصحه وربنا يا رب يبارك في عمر حضرتك. واحد من نجوم الاتحاد السكندري ونجوم منتخبنا الوطني اسم كبير كابتن شحتة الاسكندراني، كبير باخلاقه وكبير باحترامه، الجميع بيحترمه. بنشوف حتى مقاويه نادي الاتحاد
واصرار الاستاذ محمد مسلحي اللي كون اللي كل النجوم الاتحاد القدامى يبقوا موجودين، على راسهم الكابتن شحاته الاسكندراني وعلاقاته القويه مع الكابتن محمود الخطيب وغيره. الكابتن شحاته الاسكندراني علامه، عشان كده كان موجود معانا في نجم لا ينسى. وانا قلت لكم التكريم مهم جدا، حتى لو تقرير بسيط، ده اقل دور بنقدمه لكل نجومنا. فاتمنى ان الفقره دي تنال اعجاب حضراتكم دايما، ولسه هنكرم نجوم كتير جدا 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 يستحقوا التكريم. هطلع فاصل سريع وبعدها هستقبل نجم مصر ونادي الزمالك الكابتن تامر عبد الحميد. القاهرة 24، سقوط الكبار، المشهد الأبرز في النسخة الأولى لكأس الرابطة. يلا كورة، مسحة طبية لفريق الأهلي قبل رحلة أبو ظبي وجلسة تصوير بزي المونديال. اليوم السابع، الأهلي يستفسر من المنتخب عن موقف الشناوي وحمدي فتحي من مواجهة المغرب. الوطن، مصدر، المريخ السوداني يتعاقد مع محمد فخري لاعب الأهلي. اليوم السابع، مصطفى شوبير مرشح لدعم حراسة مرمى غزل المحلة بالميركاتو الشتوي. الوطن، حلمي طولان يوقع عقوبة على لاعب منتخب مصر بسبب احتفاله بالرأس. يلا كورة، إصابة خفيفة لسايس ومنتخب المغرب ينهي تدريباته الإعدادية لمواجهة مصر. في الجول، إيقاف ووكر ثلاث مباريات وغياب باريلا عن مواجهتي ليفربول ضمن عقوبات دوري أبطال أوروبا. بطولات، بيانيتش لا أريد العودة إلى برشلونة وبعث رسالة لميسي. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي فقرة الضيف في أوضة اللبس، واحد من نجوم نادي الزمالك الكبار. لما نتكلم عن جيل وتاريخ بطولات فهو واحد منهم، 16 بطولة مع نادي الزمالك، صنع تاريخ كبير جدا مع زمايله في نادي الزمالك. أنا على المستوى الشخصي بأحترمه وأقدره لآرائه دايما، مش للصالح الشخصي، للصالح العام فيما يخص نادي الزمالك. هتكلم في كل ده، بس خلونا نرحب بيه نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني كابتن تامر عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني كتير على التقديمة دي. لا بالعكس، حضرتك تستحق الكتير. الله يخليك. أنا بشوف حضرتك واحد من الشخصيات اللي ما خدتش حقها إعلاميا للأمانة، ومش عارف ليه، بتكلم بصراحة. ممكن بعدت شوية فبترجع تتكلم بكل قوه، بتتكلم في الكوره كويس جدا، عملت شغل كويس مع المنتخبات لما بتمسك يا كابتن الامانه. فانا مبسوط ان حضرتك موجود في اوضه اللبس النهارده وتفتح قلبك اكتر. الحمد لله، بس انا واخد حقي الحمد لله اعلاميا جدا. يعني بس يمكن السنتين اللي فاتوا بس اللي بعدت شويه عن الفضائيات، بس كان على الديجيتال، يعني على السوشيال ميديا بقى، يوتيوب. يعني الحمد لله البرنامج اللي انا كنت عامله على اليوتيوب وما زال شغال، يعني الحمد لله ضمن سوي الدنيا وفيسبوك وبتاع. يعني الديجيتال دلوقتي كان هو اللي واخد الاهتمام الاكبر، بس هو يعني وقبليها كان دي ام سي واستاد النيل يعني وشباب رياض. يعني الحمد لله الحمد لله. كابتن هبتدي معاك قبل ما اروح للمنتخب والحدث. قبل ما نبتدي مع بعض، اتفضل. يعني قبل ما نبتدي مع بعض، بس يعني ينفع ايه ودرجة الحرارة بره 9؟ والله عارف هتقول ايه. اجي الاقيك لابس قميص. ما انا عشان قافل التكييف هنا، ما انا هقول لك احنا في اوضه اللبس. انا حلو كده. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اه طيب، احنا في برنامج اوضه اللبس. اه والديكور اوضه اللبس يعني؟ لا، فاوضه اللبس بتيجي براحتك بيها. بتقول اللي انت عايزه وفيما ينفع نقول. طب ما تقول لي اجي بالتاني. قول لي اجي. والله عادي، والله عادي، والله عادي. يعني انا اخش بره بالاستوديو واخد بالك لابس ده، وكمان فوق ده بلطو كمان، الدنيا تلج بقى. 9 بص، انت وانت في العربيه 9. ما انا اقول لحضرتك اجي الاقيك لابس قميص. الحلقه اللي فاتت كانت التكييفات شغاله وجاي بقى، انت عارف اليومين اللي فاتوا كانت درجه الحراره قليله جدا وصفر وماينس، فمعايا سكارف. فدخلت الدنيا لقيت نفسي رحت ضرب الليست، قلت لهم هطلع بالليست. فانا اول ما شفتك لقيت البلطو، وانت بصيت لي بصه غريبه. انا عرفت انت عايز تقول ايه. قلت لهشام، قلت له بابا انا عايز اسال سؤال. ده
قميص ولا قالوا لي لا جاكيت جلد. قلت طب كده تمام طلع قميص. كابتن مش هروح للمنتخب والحدث اكيد كل الناس هتتكلم، بس عايز اطمن عليك يعني حضرتك فين وبتعمل ايه في خطوه جديده في فيما يخص التدريب؟ كان عايز اعرف منك او نطمن. يعني هو احدث خطوه الحمد لله رب العالمين دلوقتي، انت عارف شركه استادات طبعا الوطنيه دلوقتي عامله نشاطات كبيره جدا على مستوى الجمهوريه كلها، من ضمن النشاطات فاتحين فروع للاكاديميات كره القدم للشباب بقى الناشئين الصغيرين من سن 5 سنين وانت طالع لغايه سن 15 سنه في كل محافظات مصر. هم عاملين فكره حاجه كويسه جدا ان هم جايبين نجوم كره القدم في من كل بقى الانديه وحاطين كل واحد مشرف او مسؤول عن اكاديميه في احد المحافظات. فانا تم اختياري او وقع عليا الاختيار اني ابقى مسؤول عن اكاديميه الشرقيه او ابقى مسؤول عن محافظه بتروح الشرقيه. طبعا ومتواجد باستمرار. يعني طبعا الهدف في الخدمه، يعني لا تهدف للربح بالمناسبه، يعني الاشتراك حاجه. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. ليها علاقه باكتشاف المواهب؟ طبعا 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 طبعا، هو الهدف الاساسي منها الممارسه، المشاركه، توسيع القاعده بتاعت الاختيار. وخلي بالك من حاجه، يعني معظم المواهب الكويسه اللي موجوده في مصر طالعه من الاقاليم، دي حقيقه، الشرقيه، الغربيه، كفر الشيخ، المنيفيه، الدقهليه، المنصوره. بس مش لاقيين الفرصه. مش لاقيين الفرصه. مين النهارده نجم هيروح سوهاج مثلا عشان يكتشف؟ مين نجم هيروح الفيوم؟ مين نجم هيروح الشرقيه؟ فاستادات الحقيقه عملت الشغل دوت، وان شاء الله باذن الله يعني الشرقيه باذن الله تبقى من ضمن المحافظات. وانت حضرتك بتقول كده يعني استحضرني حاجه كانت بتحصل زمان. أيوة. في بداياتنا اول ما واحد بيبتدي الكشافين اللي كانوا موجودين في الاسماعيلي والاهلي والزمالك. صحيح. وكانوا بيجيبوا لعيبه من الصعيد. صحيح. وكانوا بيجيبوا لعيبه من الشرقيه والزقازيق ومن كل مكان في مصر. صحيح. عشان الكشافين كان في ثقه فيهم وفي العين بتاعتهم في اختيار العناصر المناسبه. طب انت لقيت لاعب كويس مثلا ويستحق اهلي او زمالك او نادي كبير بيروح للاستادات، واستادات هي اللي هتتولى القصه دي. عندك مواهب يا كابتن في الشرقيه؟ بص احنا لسه بادئين، يعني هو لسه المشروع يعني لسه ما بقالوش كتير، يعني لسه بقى المكان المشروع. فين في الشرقيه عشان الناس؟ استاد الزقازيق. استاد الزقازيق. اكاديميه الشرقيه، اكاديميه استادات في نادي الشرقيه في محافظه الشرقيه، في استاد على استاد الزقازيق في قلب المحافظه، ملعب كبير، استاد. الاشتراك كام والكلام ده كله عشان الناس تعرف؟ يعني بسيط، يعني حاجات رمزيه، رمزي جدا، يعني الناس هتفاجئ يعني من قيمه الاشتراك، يعني حاجه رمزيه جدا 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 جدا. كابتن ده مشروع مهم جدا من وجهه نظر، يعني تجربه محمد صلاح اللي الكل شافها وما تستغربهاش، لان فيها كفاح في البدايه، واللاعب اللي عايز يوصل، انا بقول كده دايما، بيمر بمراحل صعبه ثم الطموح بيكبر معاه، النهارده بيروح المقاولين، بيخرج كبدايه سيون و و و التفاصيل اللي احنا عارفينها كلها. ممكن من خلال استادات والمشروع ده، خصوصا ان انت واخد كل المحافظات، تكتشف محمد صلاح. ده انت مش هتكتشف محمد صلاح، ده انت هتكتشف مش اقل من 10 15 محمد صلاح. مش اقل من كده. لان زي ما انا بقول لحضرتك كده، يعني النهارده الاكاديميات ديت لما توسيع قاعده الممارسه فيها، وانت بقى اللي مسؤول نجوم بتشتغل اسلوب علمي، ما بتشتغلش بقى كده زي ما انا قلت لحضرتك كده، ما خد يعني الناس لازم تاخد ان لا تهدف للربح. طالما لا تهدف للربح يبقى امال الهدف الاساسي ايه؟ الهدف الاساسي انها ايه؟ تكتشف. انها طب واللعيب اللي مش كويس ايه؟ اللعيب اللي مش كويس هيتم للشغل فيه على جوانب اخرى، جوانب صحيه، جوانب نفسيه، جوانب شخصيه. تربي راجل، بتطلع راجل، يعني حتى لو ما كملش في طريق كره القدم انت بتبني شخص، وانت عارف كره القدم يعني احنا شخصياتنا اتبنت واحنا صغيرين، انضباط، التزام، شغل محترم، ازاي هتوفق ما بين دراستك وازاي هتوفق ما بين كورتك، في برنامج تغذيه محترم، في اسلوب علمي شغال. وخلي بالك ان الـ 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 يعني
في اهتمام كبير بالتواجد، وفي اهتمام كبير بالناس اللي طالعه والقيادات اللي موجوده طبعا، يعني سواء يعني برضو المسؤولين اللي موجودين ناس برضو ناس اتعودت انها تنجح، يعني سواء العميد محمد مرجان ده راجل طبعا يعني انت عارف يعني كان موجود في النادي الاهلي، شخصيه محترمه جدا، كان مدير تنفيذي للنادي الاهلي، مدير تنفيذي للنادي الاهلي على مدار 4 سنين كانوا صعبين كمان في تاريخ النادي الاهلي، صعبين جدا 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 يعني، وقدر ان هو يمشي بالمركب في وسط الاجواء ديت كلها، فالراجل ده اتعود على النجاح. السيد المحترم سيف الوزيري ادمن النجاح. لو عمر سالم راجل خلفيته كلها رياضيه، تكلمه في السله يفهم، تكلمه في الكوره يفهم، تكلمه في كده، ناس شغاله، ناس شغاله، وناس شغاله بلا ضجيج، شغاله بلا شو، شغاله ناس بتشتغل وعاوزين ينتجوا، وان شاء الله باذن الله نقدر كلنا يعني نحن نقدر نعمل حاجه كويسه للبلد. اكيد اكيد يا كابتن، بنتمنى لك التوفيق، وانت في اي مكان بتروحه الصراحه بينجح، لان انت بتركز في شغلك وعارف بتعمل ايه، وانا اشهد بالكلام ده يعني. نسال الله سبحانه. كابتن تامر، مشوارك مع نادي الزمالك 16 بطوله، ايوه، وتاريخ كبير جدا، احكي لنا مين ابرز جيلك، ال 16 بطوله دول جم ازاي؟ عشان الشباب اللي طالع يعرف برضو اللي فيه جيل لنادي الزمالك. هاخد من السادات. هاخد من السادات. بدايتي في كرة القدم اختبارات. تمام. وبعد كده رحت النادي الاهلي وانا عندي 11 سنة. لمدة سنة لم اوفق فيها. يعني مشيت او مشوني. صاحب الاكتشاف الحقيقي ليا بقى كان الكابتن فتحي محمد علي عماشه في نادي النيل. وانا تحت 12 سنه. لعبت سنه، انا عندي 12 سنه، بعد كده كابني شافني الكابتن كان حسين رحمه الله عليه والكابتن بدر حداد، فقالوا لي لازم تنضم للنادي الايه؟ مكانك الاساسي كان باك رايت؟ لا لا، كنت مساك. اوكي. كنت مساك. فروحت، فالكابتن كان حسين قال لي انا شايفك باك رايت، تلعب باك رايت. شوف هنا بقى الايه؟ العين. فدخلت نادي الزمالك وانا عمري 13 سنه. وانا عمري كام سنه؟ 13 سنه. الشغل بقى في نادي الزمالك كان مختلف طبعا عن نادي النيل، وابتديت بقى تلعب اساسي، فتربيت بقى جوه ان ازاي ان المكسب ده تارجت بالنسبه لك. مين كان في الفريق الاول وقتها وانت انضميت وطلعت في الفريق الاول؟ انا جاي لك اهو. انا انضميت وانا 13 سنه، بعد 4 سنين كنت بلعب اول ماتش رسمي ليا في الفريق الاول في نادي الزمالك موسم 87 88 نهائي كاس مصر. 1-0 الزمالك قدام الاتحاد السكندري في استاد القاهره. وانا كان عمري ساعتها 16 سنه وكسوه. فشوف بقى ال4 سنين دول انت وفي نادي الزمالك وقفوني على رجليا ازاي. مين اللي كان بيلعب مكانك اقصد في الفريق الاول؟ باك رايت مثلا ولا انت لعبت في الفتره دي؟ كان الكابتن محمد صلاح لسه مبطل. كان لسه مبطل. تمام. والمكان دوت فوق بيلعبوا فيه كل شويه حد. كان خالد جلال بيلعب شويه، مدحت مكي يلعب شويه، مصطفى ابو الدهب يلعب شويه، كان يعني ايه في مجموعه كده كل شويه حد يلعب، فما كانش ثابت. كان خالد جلال اكتر واحد. يعني بعد ما كابتن صلاح بطل خالد جلال، وبعديه مدحت مكي مثلا شويه، بعد كده جه حسين عبد الرسول، لغايه ما انا طلعت خلاص ركبت انا وكملت لغايه بقى طبعا. في خلال بقى الفتره دي موسم 87 88 ده كان الموسم وش السعد بقى على نادي الزمالك. كان عندي لسه 16 سنه وكسوه، لان انا مواليد 71 شهر اكتوبر 71. فاخدنا في الموسم ده دوري عام وكاس مصر وبطوله افرو اسيويه قدام فوركاو واليابان والبطوله العربيه اللي كانت في قطر. فخدنا اربع بطولات. استمريت بقى مع الفريق الاول للنادي الزمالك من التاريخ ده لغايه بقى بدايتي الحقيقيه كانت موسم 89 90 مع الكابتن ابو عجيله لما تولى القياده الفنيه وكملت بقى معاه، وخدنا بقى بعد كده الدوري بتاع 91 92 مع مستر ماكاي و92 93 مع مستر ماكاي، وخدنا كاس مصر وكملنا بقى في البطولات وبطولات افريقيا، وجه الكابتن جواري خدنا معاه بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري. يعني انا واخد ثلاثة دوري عام مع نادي الزمالك واثنين كاس مصر واثنين بطوله افريقيا الأندية ابطال الدوري اللي هي الشامبيونز ليج الافريقي دلوقتي، واثنين سوبر افريقي، وبطوله عربيه وبطوله افريقيه
اسيوي ده على مستوى نادي الزمالك. على مستوى منتخب مصر، انا كابتن منتخب مصر في كاس العالم في البرتغال للشباب تحت 20 سنه، وواخد مع وانا كابتن منتخب مصر انا وليد صلاح الدين. كابتن وليد صلاح الدين طبعا اخويا وصاحبي وحبيبي وعشره العمر كلها. صح، ليك صحاب كتير من الاهل انت كمان. ابويا بيحتاجوني الحمد لله، والزمالك برضه يعني طبعا يا عم طارق مصطفى وناس كتير برضه الحمد لله. بس هو يعني احنا طالعين مع بعض كلنا يعني عارف بنبقى ايه مجموعه واحده كده. فاخد بطوله افريقيا، بطوله الامم الافريقيه تحت 20 سنه هنا في مصر، وكاس عالم كابتن مصر في كاس عالم شباب، وكاس عالم تحت 17 سنه في كندا، واولمبياد برشلونه كابتن برضو كنت تاني او تالت كابتن للمنتخب بعد محمد يوسف وهيثم فاروق. كان محمد يوسف كابتن المنتخب، كابتن نجم النادي الاهلي طبعا، وكابتن هيثم فاروق طبعا، وانا التالت ككابتن في الاقدميه مع المنتخب الاولمبي، واولمبياد برشلونه لعبناها ودوره الالعاب، ومنتخب مصر الاول بقى مع كابتن جوهري، وخدنا بطوله الامم العربيه في سوريا اللي هي كاس العرب اللي كانت لسه ملعوبه، دي اخر نسخه كنا احنا واخدينها في سوريا بالهدف بتاع حسام حسن الدبل كيك ده. ده البطولات اللي فاكرها، انما في بطولات بقى في النص كده يعني. الحدث بكره وخبرات كبيره جدا مع منتخبنا الوطني زي ما حضرتك، ومباراه بكره امام المغرب شايفها ازاي يا كابتن؟ ماتش صعب. الاجواء اولا من هناك والكواليس، المنتخب مركز، فرقه مركزه ومشحونين كويس، عندهم الدوافع والثقه بقت عاليه قوي بعد ماتش كوت ديفوار. خلي بالك الثلاث ماتشات الاولانيين الاداء ما كانش مرضي ومتذبذب، وكان في تغييرات كتيره في التشكيل وناس ما بتلعبش في اماكنها، ماشي كل ده كويس، انما الراي العام اللي في مصر خلي بالك لما زعل وصوته عالي خاصة على السوشيال ميديا، الكلام دوت وصل للراجل لكيروش، وفهم وعرف كويس انه مسؤول عن اسعاد وحزن 100 مليون مصري. فالنهارده الريسك مش مسموح بيه في بطوله، البطوله دي بتاعتنا يعني احنا دي البطوله دي الابن البكري لينا احنا كمصريين على مستوى افريقيا. ابنك البكري اللي هي بطوله الامم، بطوله افريقيا، احنا واخدينها 7 مرات. واحنا اصحاب الرياده والسياده وكل حاجه انت عاوز ايه تقولها، فاحنا اي بطوله حتى لو هتشترك بيها مش احنا عايزين ناخدها. ما فيش حاجه اسمها انا متعاقد مع كاس عالم، ده كان موضوع وقصه خلي بالك. يعني برضو هي مشكله كيروش مش فيه، مشكله كيروش مع اللي قاعد معاه عشان يتفق معاه على العقد. لما قال له انت تارجتك الاساسي كاس عالم، رشيل ما دي نقطه صح 100%. هو لا يتحمل، وقال لك اتقال لي كده، اتقال له كده، اتقال له ايه ده يعني برضه عشان الناس تبقى عارفه. اتقال له انت جاي عشان كاس عالم، ففهم الراجل ان لا بطوله افريقيا مهمه ولا كاس العرب مهم ولا كل ده مش مهم، ده كل ده تجارب. هو جاي عشان الماتشين بتوع كاس عالم يكسبهم رايح جاي ويوصل كاس عالم ويبقى تمام التمام. لا طبعا مفيش الكلام ده. في كوره، فطبعا خدنا وقت احنا شويه في التغييرات والتعديلات والتبديلات، بس قول الوقت ده كسبنا فيه مثلا محمد عبد المنعم، كسبنا فيه مثلا مرموش يعني عمر ماشي، كمال عبد الواحد وعمر كمال عبد الواحد يعني كسبنا الايه شريف برضه، فكسبنا مجموعه من اللعيبه ما نعتبرهمش ايه خسائر. ارجع لماتش المغرب، ماتش المغرب صعب، انت بتتكلم على فرقه انا شخصيا وفي ناس كتير زي حالاتي كده مصنفينها ان هي المرشح الاول للبطوله دي، هي افضل فرقه حتى الان في البطوله في جميع الجوانب، كاداء كروح كانت كل حاجه. شفت الكاميرون النهارده؟ الكاميرون ما لعبش حد لغايه دلوقتي خلي بالك، بس النهارده من وجهه نظري قدم مباراه عاليه جدا، لياقه بدنيه مش طبيعيه، بيشغل الجنبين ويعمل روتيشن في اللعيبه في الخط الامامي، عمل مباراه وانت بتتابع كده. ما هو كابتن بيبان قوه المنتخب حتى مع منتخبات الدنيا، انت تبقى مسيطر وتقفل زنق الفرقه الشوطين يعني ما شفتش حارس المرمى بتاع الكاميرون. ما هو فريق قوي بلع. ليه بقول لك كده؟ علشان اللي هيكسب من مصر والمغرب هيقابل الكاميرون، ما هو ده اول احتكاك ليه في السيمي فاينل. انما انت المشوار ده يعني الطريق ده من لان ما هو دي يعني انا لما كنت بتسال على المجموعه بتاعت مصر كنت بقول الجدول مش حلو لمصر،
ليه؟ لان انت ابتديت بالاقوى، اقوى فئه، ثم المتوسطه، ثم الاقل. ابتديت بنيجيريا وبعد كده غينيا بيساو ثم السودان. فلما وقعت في نيجيريا خلاص انت بقيت تاني مجموعه. فسكه تاني مجموعه دي اللي هي السكه الصعبه كلها. يعني انت لو ما كنتش هتقابل كوت ديفوار كنت ممكن تقابل الجزائر. يعني ما هما الاثنين كانوا بيتصارعوا مين اول مجموعه، مش كده ولا ايه؟ والنهارده هتقابل اهوت المغرب، تخسر تطلع على الكاميرون. فانت كده سكتك حتى للفاينل مفيش مباراه هتبقى سهله، كلها مباريات نهائيات. يعني مصر ونيجيريا نهائي مبكر، مصر وكوت ديفوار نهائي مبكر، مصر والمغرب نهائي مبكر، مصر والكاميرون نهائي مبكر، وبعد كده مصر واي حد في النهائي. انت لعبت كله نهائيات. صح صح. انما يعني ان شاء الله باذن الله المكسب بتاع كوت ديفوار بالاداء بالروح اللي اتعملت ان شاء الله يبقى هم دول الدافع في مباراه بكره بمشيئه الله تعالى. وان شاء الله باذن الله يكون المنتخب قدر ان هو يطلع من اجهاد اللعب 120 دقيقه الماتش اللي فات، لان ده ممكن ياثر علينا بكره بشكل كبير. كابتن لو حضرتك اخذت الاداره الفنيه وعندك حمدي فتحي مش موجود رغم الثلاثي ادى مباراه هايله جدا في وسط الملعب، هتحط مين مكان حمدي فتحي يكمل مع عمرو السوليه والنني؟ ما هو ده بقى الشغل بتاع لعيبه الكوره. يعني شوف السؤال ده كنت لسه بتكلم فيه في برنامج. يعني ومنتخب مصر ما فيهوش مشاكل في اي مركز الا المركز اللي انت بتتكلم فيه ده. يعني انا رايي الشخصي يا اما مهند لاشين او زيزو. ممكن نرجح زيزو اللي هو رجله في المباراة وفي البطولة لما بينزل بصراحة هو زيزو يعني الفكرة كلها. بس زيزو لو لعب يلعب في الجنب الشمال ما يلعبش في الجنب اليمين، يلعب تحت مرموش علشان محمد صلاح الجنب بتاعه تقفل عليه. لا 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 لا، عشان حكيمي. عشان حكيمي مش علشان صلاح. عشان الباك رايت ده لازم يتشاف له حل. ده باك رايت عالمي. ده نص فرقه المغرب دي حقيقه. يعني تخيل انت نجم باريس سان جيرمان في وسط بقى العتاوله اللي موجودين ده وهو مفتاح اللعب. يعني تخيل في وسط نيمار وميسي ومبابي وكل المجموعه دي وهو مفتاح لعب. فطبعا يعني طب لو انت مدير فني هتحط الونش بعد عودته؟ لا 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 لازم عبد المنعم يكمل. عبد المنعم ازاي بقى بعد الاداء العملاق بتاعه ده؟ هايل. انت عارف يا كابتن بقيس عليه برضو نقطه اللي انت تحطه من ضمن الخمسه اللي هيشوطوا ضربات الجزاء وهو لسه تاني مباراه. ده النني رفض. محمد هو لسه محمد صلاح راح له. امال ايه؟ انت مالكش حل. امال ايه؟ امال انت فاكر ايه؟ النني رفض بعد الهوجه اللي كانت عليه. النني رفض يشوط. وفي لعيبه كبيره كمان يعني. انما النهارده لعيب صغير لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في مشواره وبيتحط في معترك زي كده وقدام فرقه زي كده وكمان عنده الثقه انه يخش. وبعدين ده ايه؟ ده لعب ضربه الجزاء اللي بعد ما كوت ديفوار ضيعت. يعني كان ممكن يضيع ترجع تاني. بالظبط. وعمر كمان لعب واحد برضه نفس الكلام. بالظبط. برضه دخل والثقه والجراه وتوكل على الله سبحانه وتعالى وربنا جبرهم. هم دول اصعب ضربتين جزاء. يعني في ناس بتقول لك ضربه صلاح. لا. ضربه صلاح اسهل ضربه جزاء. لما بتدخل تشوط بعد حد ضيع بتبقى صعب. احنا كنا لعيبه كوره. اسهل ضربتين جزاء اسهل ضربتين جزاء اول واحده واخر واحده تبقى عرفت الدنيا فيها. اول واحده أول لسه في اربعه والناس بتنسى. يعني لو ده جاي ضيعت اول واحده اقول لك الحاجه مشكلة. اللي بيدخل والله العظيم صدقني كان شويه كنت بشوط ضربات جزاء في الاهلي طبعا اللي في الاول فعلا زي ما حضرتك بتقول. بس لو دخلت بالتفكير ده بتضيع. يعني لو دخلت لو انا مثلا ايه بتشوط كويس وعندك ثقه في نفسك وليه لو راحت الناس هتزوم والدنيا هتحمل مسؤوليه والفكر ده دخلت بيه هتضيع. بص اسهل الاولانيه لان الفرقه الثانيه كده كده هتضيع. يعني على الاقل واحده. مفيش فرقه بتجيب برضه خمسه من خمسه كتير. يعني احنا اللي كسبنا ان احنا جبنا خمسه من خمسه. بالظبط. واخد بالك؟ بس هي دايما اسهل ضربه جزاء الاولانيه. ليه؟ لا لسه الجون عارف ولا انت الناس بتشوط فين ولا بيلعب على صح.
التحرك ولا بيلعب على انكل رجلك ولا بيلعب على زاويه ولا بيلعب على الكوره لسه يعني لسه والجون لسه متوتر وهيبتدي في مرحله التركيز. انت خلاص انت لعيب متمكن هتخش عارف انت بتلعب على التحرك او هتلعب على زاويه. ما هو انت اللعيب مننا يتحرك يا زاويه يعني بستنى الجول يتحرك فبحطها له في العكسيه ودي محتاجه رد فعل عالي يا اما جامده في زاويه تمام يا اما على الارض يا اما فوق مستوى نص الجول. اهم حاجه يكون فيها قوه. اهم حاجه يبقى وفي زاويه. بالظبط بالظبط. قوه وزاويه. طيب هكلم حضرتك هل نلعب بنفس طريقه اللعب اللي احنا لعبنا بيها؟ هعرف من حضرتك بس خلينا نروح نشوف تقرير عن نقادنا الرياضيين قالوا ايه عن مباراه منتخبنا الوطني وبعدها فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع نجمنا اللي مشرفنا النهارده الكابتن تامر عبد الرحمن. شايف ان فرصنا كبيره جدا عكس ان ممكن ناس منتخب المغرب كويس منتخب قوي جدا عنده لعيبه محترفه كتير. شايف ان احنا نقدر نعدي المباراه دي عكس ما في بعض الاراء بتقول ان الماتش هيبقى صعب جدا علينا. هو ماتش صعب بس مش شافوه قدرات منتخب مصري. احنا برده منتخب كويس منتخب قوي جدا قدمنا اوراق اعتمدنا بشكل واسع جدا في البطوله الماتش اللي فات فاعتقد ان يعني ان شاء الله يكون الفوز حليفنا ويخلص مثلا 1-0 لمنتخب مصر. ان منتخب مصر قادر ان هو يقدم مباراه قويه ويستعيد بها الروح. فأنا شايف أن مواجهة المغرب بتتطلب وجود نفس الروح اللي احنا قابلنا بيها كوتوفوار. ولو الروح دي اتوجدت مع تصحيح كيروش لأخطائه الفنية اللي واجهها في دور المجموعات أعتقد احنا هنكون أقرب للفوز والتأهل لنصف النهائي. مباراة مصر الأخيرة في قدام كوتوفوار غير مباراة مصر في دور المجموعات وده اللي خلى العالم كله بيتكلم عن أداء منتخب مصر في الفترة الأخيرة تحديدا في مع تغيير محمد أبو جبل وخروج الشناوي للإصابة. طبعا شفنا أن اللعيب اللي على الدكة نفس الكواليتي اللعيب اللي في الملعب فالموضوع ده ربما مصر تعاني مثلا من الغيابات لكن اللعيبة اللي موجودين أداه قدود ولعيبة كويسة جدا ومميزة. والله أنا أتمنى فوز المنتخب المصري بأي نتيجة. اللي أنا حاسه إن احنا ممكن نفوز 1-0 في آخر أشواط سواء شوط تاني أو الأشواط اللي هي الإضافية تمام. وشايف إن احنا مش هنوصل لركلات ترجيح عشان لو وصلنا لركلات ترجيح الموضوع يكون صعب جدا لأن أنت بتتكلم هم عندهم واحد من أفضل حراس مرمى في العالم هو بونو وخاصة إن بونو متميز جدا في ركلات الترجيح متميز جدا بشكل يعني هو صد ركلات جزاء من ميسي ومن رونالدو فما شاء الله عليه يعني هو مش محتاج. توقع بحجم اللاعبين الكبار اللي موجودين هنا وهنا سواء على مستوى منتخب مصر أو على مستوى منتخب المغرب هنشوف مباراة قوية من الناحية الفنية لكن منتخب مصر مستر كارلوس كيروش عنده أوراق مهمة ممكن يلعب بيها خلال المباراة ممكن يغير من السيناريو على مدار شوطي المباراة لكن في النهاية احنا عندنا لعيبة جاهزة عندنا طبعا أكيد لما بنتكلم عن النجم محمد صلاح رقم واحد بنتكلم عن أوراق رابحة لما بتنزل بتغير من الشكل زي أحمد سيد زيزو كمان عمرو السولية كان عمل مباراة كبيرة قدام كوت ديفوار حتى على مستوى خط الدفاع أحمد حجازي بيقدم مستوى رائع حتى محمد عبد المنعم في المباراتين كان بصراحة مفاجأة لنا كلنا. أنا أتوقع أن منتخب الوطني يقدر يحسم المباراة بنتيجة 2-1 لأن بالتأكيد حجم الأسماء اللي موجودة في المنتخبين سواء منتخب مصر أفضل لعيب في العالم محمد صلاح يقدر يصنع الفارق كمان المغرب عنده ظهير أيمن زي أشرف حكيمي متألق بشكل كبير جدا عنده يعني سكيلز مهمة جدا سواء في تسديد الضربات الحرة أو في الانطلاقات اللي بيعملها من الجانب اليمين وسفيان بوفال بيخترق من العمق فبالتالي المنتخبين مرشحين طبعا للتسجيل في المباراة ولكن أنا أتوقع المنتخب الوطني يقدر يحسم المباراة بنتيجة 2-1. برحب بحضراتكم من جديد ونوصل حوارنا مع نجمنا اللي مشرفنا النهارده نجم مصر ونادي الزمالك الكابتن تامر عبد الحميد. والله كابتن مبسوط اللي حضرتك معايا النهارده حبيبي والله بقالي مده كبيره ما شفتش حضرتك حبيبي و
ناس الاخلاق كده بتفرض نفسها على الجميع وحضرتك واحد منهم. الحمد لله. كنت قبل الفاصل سالت حضرتك على طريقه اللعب اللي احنا لعبنا بيها 4-3-3، نلعب بنفس الطريقه وننزل كده كره، نبقى تحت خط الكوره نلعب بنفس الطريقه. ولو قدرنا نبقى يعني كمان شويه ماشي اوكي، بس ما ننكمش عشان ما نخشش بدري جوه ال 18، عشان منتخب المغرب ممكن يضغطك بدري. يعني ممكن يبقى نازل عاوز يخلص الجيم من بدري، فانت هتحترمه زي ما احترمت كوت ديفوار. كوت ديفوار ضغطونا لمده 20-25 دقيقة لغايه كوره مرموش اللي جت في العارضه، هي ديت اللي ايه اللي رجعت الجيم لشكله الطبيعي وخوفتهم جدا. وتمام، وزي ما انا بقول لك كده يعني هم عارفين كويس ان احنا كعبنا عالي عليهم، فبالتالي قال لك السيناريوهات بقى بتاعت دروجبا ويايا توري وثلاثات واربعات دي هتتكرر تاني، ابقى ضغطه واطلع خسران ثلاثه. فايه احترم منتخب مصر فنيا طبعا، لان منتخب مصر محترم جدا في كل العالم يعني. ويرجع لمنطقه الايه دفاعاتك وسابوا لنا المساحه فقدرنا ان احنا نلعب ايه نلعب كوره. بكره لابد من احترام منتخب المغرب جدا، التامين الدفاعي يبقى رقم 1 و2 و3، طريقتنا هي 4-3-3، مفيش لعب في التشكيل، مفيش اي حاجه، القفل هيبقى على الحكيمي والاثنين المهاجمين، هتقدر بشكل كويس ان انت يعني تطلع بجيم متوازن ونلعب على اخطاء الخصم. عايز اقول لحضرتك حاجه وعايز اعرف حضرتك متفق معايا في الراي ولا لا. دايما الكره الشمال افريقيه بتحاول تدور على هدف من الكرات الثابته طبعا، ودي لان المدير الفني قال لك ايه في المؤتمر، قال لك ايه، قال لك انا بدور على تفاصيل صغيره، فالتفاصيل الصغيره هنا الكرات الثابته، منطقه الخطر اللي هي ال 18 حوالين ال 18، لان هم عندهم لعيبه متميزه. لو نرجع للتاريخ دايما كره شمال افريقيا بتعتمد معانا على الكرات الثابته وبيستغلوا ده بشكل كويس جدا. معاك، متفق معايا ولا لا؟ طبعا طبعا طبعا، دي حاجه ما ينفعش فيها اختلاف، لان ده امر واقع فني موجود في الـ في الـ في الـ في الملعب. هو تفكيره كله زي وقف صلاح طبعا. ده فعلا قال كده في المؤتمر، ده تفكيره كله لازم ازاي هيوقف صلاح، وفي نفس الوقت وهو بيوقف صلاح ما يوقفش جبهاته الهجوميه، لان صلاح جبهه. طب ازاي يستغل برضه نفس الجبهه ديت انه يشتغل بيها، خاصه ان عمر كمال عبد الواحد برضه دفاعيا ما هواش برضه ايه يعني دفاعي، هو راجل هجومي. يعني لو هنصنفه ممكن يبقى 65% هجومي 35% دفاعي. لذلك اللي هيلعب جنبه كهاف يمين هيبقى عليه برضه مسؤوليه كبيره، واتوقع برضه ان هو ممكن هيعملها برضه، يبقى السوليه بقى يعني النني السوليه وزيزو. يا رب ربنا يكرمنا وكل المصريين بيدعوا، خلاص كبروا الحلم عندنا اكتر ودخلونا في اجواء البطوله اكتر. مباراة كوت ديفوار كانت بالنسبة لنا صعبة جدا، أثبتنا اللي احنا بنروح بالقتال جوه الملعب نقدر زي ما مع كوت ديفوار، لا نقدر كمان مع منتخب المغرب، لأن احنا عندنا من الأوراق والكواليتي بتاع اللعيبة والله نقدر. الموضوع مش بعيد. أنت قلت المكسب وأنت بتتكلم دلوقتي، يعني أنت قلت منتخب مصر إزاي هيكسب بكرة؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. قلت لو عندنا روح والقتال والإرادة بكرة. بكرة ماتش لعيبة. مش ماتش جهاز فني، خلي بالك. صح. ماتش بكره ماتش لعيبه جوه الملعب، مش ماتش اجهزه فنيه منين من بره، لان منتخب المغرب محفوظ ومنتخب مصر ايه محفوظ. ولسه بنتكلم دلوقتي، حتى يا سيدي لو حصل تغيير، واخد بالك، هيبقى في حدود لعيب او اتنين بيك كتير، انما الهيكل الاساسي بالشكل موجود. صح. ابو جبل، عمر كمال عبد الواحد، فتوح، عبد المنعم، حجازي، النني، السولية، سيب الثالث، مصطفى محمد اكيد، محمد صلاح اكيد، مرموش ممكن يبتغيه يبقى في دول، يعني في مرموش انه مش هيبقى، مش هيغير صلاح ومش هيغير مصطفى ومش هيغير النني ومش هيغير السولية، مش هيغير حجازي، مش هيغير عبد المنعم، مش هيغير فتوح، مش منطق. فالهيكل زي ما هو. لو احنا كلاعيبه كوره، انا بتكلم بقى دلوقتي ايه، احنا قلعنا العبايه بتاعت المدربين والمحللين، رجعنا تاني انا وانت لعيبه كوره، لو احنا لعيبه كوره قعدنا مع بعض النهارده هنكسب؟ نكسب. ده صح. انتهت. المدير الفني بيقول خطوط عريضه، لكن انا كمان هنكسب. خلصت.
السوليه باسيست في مباراه كانت غينيا بيساو غينيا الهدف صلاح تمام. السوليه في المكان ده مش مكانه هو كان بيلعب دفاع قدام الاثنين المساكين يعني في الكوره دي كان المفروض يبقى واقف قدام حجازي وراجل التاني على الدايره ايه اللي جايبه هنا تمام بخبرته عمل الشيب دوت لمحمد ايه لمحمد صلاح بعد ما كان محمد صلاح على فكره دي جناح يعني دي كان محمد صلاح خلاص يعني الراجل غيره بقى جه جناح يمين ما كانش بيلعب فيرود زي الماتش الاولاني راح الناحيه الثانيه فاللعيبه هي اللي نجحت الـ 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 الشغل او العمل الفني جوه الايه؟ جوه الملعب بحاجات المدرب ما قالوش عليها. بالظبط. انما هو لو السوليه التزم بكلام كيروش ان هو يبقى واقف قدام الاثنين مساكين عمره ما كان هيوصل للمنطقه دي وعمره ما كان هيعمل الاسيست دوت كابتن شادي. صح. فماتش بكره ماتش لعيبه. لعيبه وجهاز مصري. لعيبه وجهاز مصري. هتقول لي يعني ايه جهاز مصري؟ هقول لك يعني عصام الحضري بكره روح القتاليه اللي كان بيلعب بيها في 2006 و8 و10 هينقلها له. شوقي نفس الكلام، وائل جمعه نفس الكلام. اللعيبه دي خدت بطولات امم. تمام؟ في اوضه اللبس بقى اللي احنا بنتكلم عليها دي لو قعدوا مع اللعيبه كلعيبه كوره مش كاجهزه فنيه بقى لا مدير كوره ولا مدرب حراس مرمى ولا مدرب مساعد وطبعا معاهم ضيا. ايوه. اوكي؟ واتكلموا معاهم زي ما احنا بنتكلم كده كلام كوره بدون اي حاجه تانية انت كسبت بكره باذن الله. يا رب يا رب النصر بكره محتاجين نفرح كالعاده فرحونا ماتش كوت ديفوار وان شاء الله نفرح بعد مباراه الكاميرا. جاهز لفقره مين مكمل معاك؟ اه ان شاء الله. تخطب ثم بنستعرض الصور. اتفرج عليها. احنا بنهزر. هايله 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 بتفرج عليها على طول. شكلك جاي تمسح يا لا لا متابعك انا. ماشي. متابعك انا. يلا بينا نروح. يلا بينا. يلا يا استاذ احمد نشوف اول صوره مين معانا. اسلام الشاطر ولا احمد فتحي؟ احمد فتحي. ده طبعا انت كظهير ايمن. أيوة. احنا كده بنتكلم كظهير عشان ناس. ايوه ايوه كظهير اختار افضل ظهير ايمن مش كده؟ على حسب الصور احنا هتشوف مين عايز مين بيعجبك من وجهه نظر. احمد فتحي. ومحدش بيزعل احنا بنهزر. لا 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 احمد فتحي. يبقى هنوجه الشكر لاسلام؟ اه اسلام لعيب كويس ومحترم وفوق دماغي انما احمد فتحي. طب بنقول لاسلام شكرا هنكمل الكابتن تامر مع نجمنا احمد فتحي. الصوره اللي بعد كده. احمد صديق ولا احمد فتحي؟ احمد فتحي طبعا. طبعا احمد فتحي. والله صديق انت ما لحقتش حتى تاخد تعمل ستريتش. لا فتحي لا فتحي من اللعيبه الرجاله اللي ليهم تاريخ كبير في الحته دي. بالظبط. انا كنت بلعب باك رايت فنفهم كويس الباك رايت التقيل. احمد فتحي طبعا. بنشكر الكابتن احمد صديق والكابتن تامر اختار احمد فتحي. شكل احمد فتحي مكمل معاه. اه بس هو مكشر ليه؟ احمد فتحي ولا بركات؟ بص هو بركات الظلم انه لعب باك رايت شويه. يعني هو كان جوزيه مستر جوزيه انت كنت بتلعب الفتره دي. ايوه. كان بيحرر بركات في الجنب ده لما يتمسك قدام. فكان يلعبه باك يمين علشان يبقى مفتاح لعب. دي حقيقة. في الجنب ده وجيلبرتو مفتاح لعب في التاني في الجنب التاني لما كان بيتمسك هو وابو تريكه. فكان مين هيلاعب النادي الاهلي كوره؟ فما كانش بيلاقي حلول. فكان بيحط بركات في الجنب الايه؟ اليمين. فاشتغل فيها بصفه استثنائيه. اه كويس وكل حاجه انما احمد فتحي مكسر الدنيا فيها. فلازم اختار احمد فتحي. بعد كل اللي قلته عن بركات ده هتغير؟ لا ما انا بقول لك اشتغل فتره استثنائيه. ما ينفعش يبقى احسن من فتحي. يبقى مين هيكمل معاك؟ فتحي طبعا. والله بركات بنشكرك جدا جدا. وكابتن تامر هيكمل مع احمد فتحي. شوف الصوره اللي بعد كده. احمد فتحي ولا الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ هو سيد ما لعبش باك يمين كتير. يعني هو برضه لعب في نص الملعب اكتر، يعني كان لعيب نص ملعب اكتر، يعني اشتغل في الباك رايت شويه بس انا برضه ما زلت عند قناعاتي ان احمد فتحي يعني في الحته دي. احمد فتحي كان يعني لا تقيل. فانا افضل برضه احمد فتحي. بنشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ وهيكمل معانا الكابتن احمد فتحي. ده كل ده لسه مكشر برضه. بعد كل الاختيارات دي برضه لسه. طب يضحك. حازم امام ولا الكابتن احمد فتحي؟ لا يعني برضو حازم اصاباته كتير. يعني برضو اصاباته كتير وحجم الانجازات على مستوى منتخب مصر والنادي كان احمد فتحي افضل. فبرضو يعني تحب احمد فتحي؟ مش ما انا عمري في حياتي ما قابلته ولا في حوار حتى دار ما بيننا، بس هو كراجل وكلاعب كوره
انا النوعيه دي احبها جدا. تمام، يبقى هيكمل معانا احمد فتحي وهنقول لحازم امام شكرا. احمد فتحي، الصوره اللي بعد كده احمد فتحي ولا كابتن ابراهيم حسن؟ لا كابتن ابراهيم. لا ابو خليل. لا ابو خليل. بص باصص لك ازاي؟ لا ابو خليل والله لو ما كنت اللي هو هستناك بقى. احنا لعبنا مع بعض كتير. ايوه يعني لو انا بقول من هو من افضل الباكات رايت. لا 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 كان لا 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 كان باك رايت. انا كنت في الملعب يعني احنا كنا باكات رايت انا وهو، فكنت انا في الزمالك في الجنب دوت وهو في النادي الاهلي في الجنب اللي هناك. ما بيتعبش. طيب بنقول للكابتن احمد قعدت كتير مع الكابتن تامر، بنقول لك شكرا، تريح بقى تعمل استشفى تدخل الجاكوزي كده. وهيكمل معانا الكابتن ابراهيم حسن. الصوره اللي بعد كده الكابتن ابراهيم حسن ولا الكابتن ياسر رضوان؟ لا طبعا الكابتن ابراهيم حسن. طبعا ابراهيم كان لعيب جامد قوي. ومن كتر ما هو كان فايتر وكان متنوع يعني، كان الكابتن جوهري رحمه الله عليه لما ضمني المنتخب مصر الاول وانا عندي 19 سنه كان عايز يلعبني باك يمين على ابراهيم ويحط ابراهيم جنبه حسام قدام الاثنين في راوتر، لانه ما كانش يلاقي فيه والتاني في مواصفه حسام في مصر. فكان نفسه ان حسام ده يبقى اثنين. فقال لك مين؟ قال لك اجرب مين؟ اجرب ابراهيم. وبناء عليه ضمني منتخب مصر الاول وانا في منتخب الاولمبي ولعبنا كاس العرب وكده، وبعد كده كملنا شويه ويعني ما توفقش ابراهيم في مركز المهاجم فرجعه تاني باك يمين. يبقى بنقول للكابتن ياسر رضوان شكرا. وهيكمل مع الكابتن تامر الكابتن ابراهيم حسن. الصوره اللي بعد كده كابتن طارق مصطفى ولا الكابتن ابراهيم حسن؟ لا طارق مصطفى. زنقة دي. لا ليه؟ إيه؟ لا طارق مصطفى. طارق مصطفى لعيب شامل. ده اللي يطلق عليه لعيب. اخترت عشان صاحبك وحبيبك؟ لا 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 مالهاش دعوه. ما هو في المجموعه الباقيه دول في صحابي فيهم. احنا بنتكلم هنا فن يعني. لا طارق لعيب شامل. ايوه لعيب شامل يعني لعيب كوره وبلاي ميكر وجوكر وزي احمد فتحي بس كمان على احرف. يعني كورته يعني على الارض كمان اعلى. وصاحب برضو انجازات وصاحب انجاز كبير بحصول مصر على بطوله الامم 98 وشخصيه كانت قياديه جدا في الملعب. طارق نشكر الكابتن ابراهيم حسن. وهيكمل معانا الكابتن طارق مصطفى. الصوره اللي بعد كده احمد عادل ولا الكابتن طارق مصطفى؟ لا الكابتن طارق طبعا. طبعا طبعا طارق مصطفى. ما حدش تفكر يعني. لا لا ما فيهاش. بتضعف قدام الكابتن طارق. عسل. بنشكر الشخصيات. بنشكر الكابتن احمد عادل. وهيكمل معانا الكابتن طارق مصطفى. الصوره اللي بعد كده اتفضل الكابتن طارق مصطفى ولا احمد صالح؟ لا يعني برضه طارق مصطفى. برضه احمد صالح طبعا يعني اهو. ما هو ده برضه صاحبي. صاحبي جدا يعني. محترم جدا. ودلوقتي موجود مع الكابتن عبد الحميد بسيوني في المحل. في المحل. نتمنى لهم كل التوفيق. كان برضه راجل بقايت كان محترم جدا في نادي الزمالك. انما طارق عفريت. عفريت كان عفريت كوره. خلي بالك. كان عفريت كوره. طريق حريف قوي. وبعدين ده جه كمان بعد حماده عبد اللطيف ورضا عبد العال. كان نفس القماشه بتاعتهم كده في 96 97. لا كان حدوته بصراحه. لعيب تمام. حظنا وحش في الزمالك انه ما جاش كمان بدري عن كده. كان خد فتره اطول من كده. طيب بنشكر الكابتن احمد صالح. وبيكمل معانا. بص هو عامل لك بايده كده. مين؟ الكابتن ما هو مصطفى. هو بيقول لك انت شغال تمام. بيقول لك شغال تمام. يا تومي. بنشكر الكابتن احمد صالح. وبيكمل معانا الكابتن طارق مصطفى. بقالك كتير يا كابتن طارق شغال معانا. الصوره اللي بعد كده يقول لك تومي. الكابتن محمد صلاح ولا الكابتن طارق مصطفى؟ لا طبعا طبعا الكابتن صلاح. ده اللي ملعبني كوره. ليه؟
ازاي بقى؟ يا خبر ابيض، في ناس كتير ما اتفرجتش عليه. لا 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 لا، كابتن صلاح علمني ازاي ابقى باك يمين، ازاي ما اختاروش احسن واحد. هو اللي علمني، وهو على فكره اللي طلعني فريق اول، او هو اللي كان متحمس قوي انه يطلعني فريق اول وانا عندي 15 سنه. كان ماسكنا في نادي الزمالك تحت 17 وانا كان عندي 15 سنه، فطلعني اتمرن مع كابتن، كان عصام بهيج ساعتها اللي ماسك، وكان معاه كابتن محمود سعد وكابتن خواجه، فقال لهم عندي بقايت تحت وانتوا وانا بقايت ومش عارف، قالوا له اه ده احنا محتاجين المكان ده. وفضل كان بيجيبني الصبح ويمرني على الاوفرات، ويمرني غطي ازاي، ويعلمني امسك مان تو مان ازاي، ويعلمني اعمل الاوفر ازاي. لا ازاي بقى والله كابتن طارق، هتقعد تعمل بايدك كده؟ لا تعمل، انسى بقى، اعمل زي ما لا تعمل لا خلاص. صلاح طبعا. يبقى بنشكر الكابتن طارق، واللي كمل مع الكابتن تامر عبد الحميد. الكابتن دي كانت اخر صوره معانا. اخر صوره؟ والله. يبقى كده انت اللي هيكمل معاك الكابتن، هو رزقه جه في الاخر طبعا، لان لو كان جه في الاول كان مش كان قش كل ده. طبعا طبعا طبعا، كابتن صلاح تاريخ. كابتن محمد صلاح بيكمل مع الكابتن طارق. خلينا نستعرض السوشيال ميديا كده والرسائل اللي موجوده معانا يا استاذ احمد، نشوف كده مجموعه من الرسائل نتواصل معانا. ده كان سؤالنا، توقعاتك لمباراه مصر والمغرب بدور الثمانيه لكاس الامم الافريقيه. نروح للرسائل معانا، احاول بسرعه كده. محمد ان شاء الله 2-1 لمصر. احمد محمد راتب 2-0 لمصر ان شاء الله. احمد ارخى المغرب 3-0 لمصر، شكله مغربي. احمد سليم فوز مصر 1-0 ان شاء الله. عبد الرحمن حمادة فوز منتخب المغرب، منتخبنا المغرب. كمان في واحدة واحدة بس عليا صبر. عبد الرحمن 1-0 لمصر ان شاء الله. احمد الميت باذن الله نكسبهم 3-1. بسام عبد ربه نحب مصر بالزاف وان شاء الله يغلب بهدف نظيف. احمد عباس 1-1 وضربات جزاء، ما قالش مين هيكسب. مصطفى السيد فوز مصر بركلات الترجيح. ماتش صعب بالنسبه لمصر واسهل بالنسبه لاخواتنا المغاربه، نتمنى الفوز لمصر، ولو فازت المغرب مبروك لهم فهم الاحق والاقدر. احمد رمضان 1-1 هنكسب ضربات جزاء. احمد مهدي ان شاء الله 1-0 لمصر. هاني فؤاد ان شاء الله فوز مصر 2-0 لمصر ان شاء الله، والمغرب اخواتنا وحبايبنا برضو. ده كلام محترم. خلينا ناخد اخر رسائل. ايام زمان ده اسم الاكونت، باذن الله مصر تفوز 2-0 بدون مقابل. في رمضان فؤاد ان شاء الله مصر تفوز 2-1. نسر الشرق ان شاء الله هنكسر عقده المغرب ونفوز. ابراهيم فتحي ان شاء الله فوز مصر 1-0. احمد زايد ان شاء الله 2-1 لمصر. دي كانت الرسائل معانا، والناس متواصله عندها ثقه. بص الكلام اتغير بعد كده، لو رجعنا من 10 ايام فاتوا كان الدنيا صعبه والناس كان الاحساس مش كويس، لكن الكلام والثقه زادت بعد مباراه كوت ديفوار. من الاداء الاداء اللي شافوه والتغير في لمنتخب مصر هو اللي عمل كده. جاهز لكرسي الاعتراف؟ ان شاء الله. مالك اول ما قلت كده خدت نفس طويل؟ لا خالص ان شاء الله. اسئله صعبه يا سيدي. سلمها لله. ماشي سلمها لله. هنطلع دلوقتي لتقرير لاراء الجماهير، ثم فاصل، ثم نرجع. ما تروحوش في اي حته لان الاسئله صعبه جدا للكابتن تامر عبد الحميد النهارده على كرسي الاعتراف. يعني على اداء الماتش اللي فات غير الثلاث ماتشات بتوع المجموعه نفسها، ان شاء الله الاداء كان كويس ويبقى كويس، وربنا يستر مع كروشي. بس ان شاء الله مصر تفوز 1-0. ادائنا كان حلو اخر ماتش قدام كوت ديفوار، عملنا ماتش حلو. اهم حاجه الروح بتاع اللعيبه، اللعيبه والرجاله في الملعب. ان شاء الله نفوز بنتيجه حلوه كمان ان شاء الله. ان شاء الله نكسب 2-1 كمان. والله هو احنا لو ادينا بنفس اداء ماتش كوت ديفوار وكده فاتوقع ان احنا نكسب، خصوصا ان المغرب يعني ما قدمتش حاجه في دور المجموعات او كده في الفتره اللي فاتت،
بس هو اشرف حكيمي بس اللي فيهم هو اللي بيلعب واهدافهم كلها من فاولات وضربات ثابته والكلام ده كله، لكن هم يعني اهدافهم ما جابوش اهداف من جمله او تكتيك او الكلام ده كله. فاحنا لو لعبنا فاحنا قادرين، يعني قادرين ان احنا نكسب او كده، حتى كمان قادرين نكسب مثلا يعني نجيب هدفين كمان، يعني هدفين في المغرب فدي حاجه كويسه. فاجئت صراحه من ادائنا في الكوتيفوار، يعني ما كنتش متوقع الاداء ده، فاداني يعني اداني طموح عالي قوي ان احنا نكسب وبسهوله كمان. من الاداء كان فعلا مختلف عن كل الماتشات اللي فاتت، يعني مثلا ما شفتش ماتش زي كده من 2010 ولا حاجه، من ايام الجيل الذهبي بتاع بوتريكا وكده، فما شفتش الصراحه. فانا متوقع خير، نكسب ان شاء الله. اللعيبه لما لعبت بروح قويه وحماسيه كان هو ده اللي بسطنا، لكن حته اللامبالاه والتشكيل والتغييرات والكلام ده هو اللي زعلنا يعني. لكن الافضل ان مصر تلعب بقوه وبروح، لما تعمل اللي عليك ولو حتى خسرت مش هنزعل، هنبقى مبسوطين ان انت عملت اللي عليك، اعمل اللي عليك والباقي على الله، تجتهد ربنا هيجازيك ويوفقك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نكسب باذن الله. الاداء المنتخب اللي يعني اتحسن يعني من الماتش اللي فات، وان شاء الله انا متوقع ان شاء الله 2-0 يعني. والله بعد الروح اللي احنا شفناها في ماتش كوت ديفوار ان شاء الله الماتش بكره يكون سهل بالنسبه لمنتخب مصر، مع ان المغرب فرقه مش سهله يعني، والمواجهات المباشره بين الفرقتين في صالح المغرب، بس ان شاء الله مصر قادره انها تعدي المغرب. ان شاء الله هنكسب باذن الله، لان امبارح كان موجود قدام كوت ديفوار ظهر روح جامده جدا، ظهر روح عند اللعيبه وعزيمه. اصل الكوره الموتيف، العامل النفسي اللي بيخليك عايز تكسب. الهدف ده اذا تواجد وتواجد كويس قوي في الفريق يخليه يكسب. حلو الكرسي؟ انت بتضحك ليه؟ هو اللي كنت قاعد عليه من شويه. لا مش هو ده مختلف، ده اسئلته صعبه. انت حبيبي وكل حاجه، بس في اسئله كتير جايه لك. جاهز ان شاء الله باذن الله خير. هو انت بتحاول تهدي نفسك بالضحك؟ لا خالص. قول الحقيقه. مع انك عصبي قوي. وبهدف ثانيه. عصبي جدا بس بهدف ثانيه يعني. طب ايه رايك عشان انت حبيبي ابتدي معاك بالسهل؟ خلي بالك انت حبيبي برضه انت، وبعدين انا اصلا بشوفك بقى ما تنايمنيش. والله انا بشوفك وانا بقول نكت من زمان. لا من ايام هذا الملعب لا اصبح الا الجدي. طيب اشتغلت رغم الاسم الكبير في نادي الزمالك، واحرزت زي ما انت بتقول في الحلقه 16 بطوله، وشفنا نجوم على سبيل المثال كابتن محمد صلاح، سامي الشيشيني، مدحت عبد الهادي، عبد الحليم علي، امير عزمي مجاهد، احمد عبد الرؤوف، ايمن عبد العزيز، مؤمن سليمان، وتامر عبد الحميد مع حفظ الالقاب الكابتن تامر عبد الحميد ما اشتغلش في الفريق الاول نادي الزمالك، اشتغل مع المنتخبات. كابتن محمد عمر اشتغلت معاه، تروح عند نادي الزمالك اسم تامر عبد الحميد لم يطرح. ليه؟ لان ربنا لم يأذن. بس ونعم بالله، هو ده السبب الوحيد. لو ربنا اذن انتهت. لان زي ما حضرتك قلت كده، منتخبات اشتغل، فريق اول في انديه جوه مصر اشتغل، بره مصر اشتغلنا، طب يبقى ايه اللي ناقص؟ ربنا سبحانه وتعالى لسه لم يأذن بان تشتغل في هذا المكان، لان الشغل هو باب رزق. خلي بالك الشغل ما هو باب رزق، والارزاق بيد مين؟ بيد الله مش بيد العباد. فربنا سبحانه وتعالى لما هيأذن هنبقى موجودين. الشغل في مساعد مرتبط بالشعبيه داخل النادي؟ بمعنى؟ بمعنى لازم يبقى ليك شعبيه معينه جوه النادي؟ لا خالص. لا خالص. لان في كتير جدا اشتغلوا في سواء مدربين عام او مدرب مساعد او مدير كوره او حتى رؤساء قطاع التحت يعني قطاع الناشئين، وكلهم اولاد نادي الزمالك. وخلي بالك برضه نادي الزمالك الشغل فيه صعب، لان اولاده كلهم ما شاء الله كتير، وكلهم كبار، وكلهم اساميهم كويسه، فلذلك يعني صعب ان انت تخش كنت مش سهل. كنت تتبنى فكرة عدم عودة كارتيرون مدير الفني نادي الزمالك دلوقتي بعد رحيله المرة الأولى، لسه طبعًا عند رأيك؟ طبعا. ليه؟ طبعا
ما بحبش اللي بيطعن في ظهري. وكارتيرون طعنا في ظهرينا في توقيت صعب جدا، ويمكن انا كان ليا موقف يعني ساعتها كان طبعا في خلافات والى اخره، انما ده من ضمن المواقف اللي انا كنت منضم جدا وداعم جدا 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 للاداره اللي موجوده في هذا التوقيت، السيد مرتضى منصور في موقفه لانه ما قصرش معايا، هو التاني وانا دايما انا راجل اشتغلت مدرب خلي بالك، فانا بفهم برضه المدربين اللي قدامي، اعرف سلوكهم طريقتهم كده. ايوه اللي بيبيع مره بيبيع 2 و3 و4 وانا مش وانا نادي الزمالك مش انا نادي الزمالك اللي حد يبيعني وارجعه، لا ده النادي الزمالك ده نادي الزمالك اللي يعدي من قدام بوابه نادي الزمالك من المدربين يتمنى ان هو يخش يمرن نادي الزمالك ساعه. ايوه فيديوهاتك كنت بتهاجم النني جامد جدا بعد تألقه وظهوره الاكثر من رائع امام كوت ديفوار ياخد احسن لاعب في المباراه، لسه مصمم على رايك؟ لازم تقول بهاجم النني فنيا او مش بهاجم النني فنيا، بنتقده فنيا وده ده التعبير الافضل. طبعا هو كشخص فوق دماغي من فوق. انت راجل بيلعب في الدوري الانجليزي، ما انا جاي لك اهو، هو كشخص فوق دماغي من فوق كشخصيه نتعلم منه او الشباب يتعلم منه الشغل التعب المثابره العرق الاجتهاد الالتزام علشان يوصل لمكانه كبيره. هو النهارده ما بيلعبش في ارسنال بس، لا ده هو كابتن ارسنال. وانا النهارده لما اجي بقيم اداؤه مع منتخب مصر انا بقيم اداؤه مع منتخب مصر من هذا المنظور، من انه كابتن الارسنال يعني لازم يجي يشيل لي نص الملعب ده لوحده. الانتاجيه بتاعته كراجل هاف ديفندر لعب في الحته دي انا بقيسها بقى كراجل فني، قطع كام كوره، حل كام لغز، حل كام مشكله، عمل كام اسيست، هدف كام تهديف، وصل الناس قد ايه، شاط على الجول قد ايه، دي انتاجيه لاعب الوسط المدافع. فلما يبقى عندي لعيبه محليين انتاجيتهم 3 4 5 اضعاف مني، لا يبقى لازم هنا اقف واقول هذا الاداء ما يرضينيش انا كمدير فني او كراجل حتى بتفرج على كوره عادي. العصفوره قالت لي اللي فيه اسماء انت زعلان منهم جدا، اقولهم لك؟ قول. ولا قلقان؟ لا هقلق من ايه؟ لا اله الا الله. كابتن فاروق جعفر، كابتن اسماعيل يوسف، واسماء اخرى، سامحهم انا عارف انت زعلان منهم قوي. انا قلت لك يعني انا من جوايا ما بشيلش حاجه لحد خالص. زعلان منهم؟ لا. عايز تقول ليه؟ لا 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 زعلان، مش زعلان. زعلان خلاص؟ لا والله خلاص انا من جوايا هنا خلاص. يعني كان في زعل؟ كنت زعلان، كنت زعلان، كنت زعلان طبعا، كنت زعلان زعل شديد يعني. يا فندم ظلموك في حاجه؟ اكيد. انا بطبيعتي مسالم يعني، انا بطبيعتي مسالم، بطبيعتي ما بحبش الاذى، وبتعامل مع الناس بسلم، انما اللي بيظلمني بتوجع شويتين يعني، بتاثر فيا جامد بس. فانما خلاص يعني بنص كلمه خلاص ما بنسى كل حاجه. وانا مش هنعمل مشاكل ومش هقف عند الحته دي. تمام. بس السؤال اللي جاي عايزك تدافع عن نفسك. اوكي. عملت فيديوهات كنت بتهاجم مجلس الاداره نادي الزمالك، او ليك وجهه نظر، واحنا دايما فكل واحد هو حر يقول، نحترم الاراء كلها زي ما بنقول. هل فعلا كان في حد ورا اسماء معينه ورا هجومك على مرتضى منصور؟ اولا انا ما كنتش بهاجم مجلس اداره نادي الزمالك، انا كنت بهاجم بعض السياسات وبعض التصرفات لرئيس نادي الزمالك في التوقيت دوت السيد مرتضى منصور. وبالمناسبه خلاص يعني المواضيع خلصت وانتهت، انما انا بجاوب على سؤالك عشان بس الناس ما تقولش بيهرب او حاجه. تمام. في هذا الايه، في هذا التوقيت كان للصالح العام. واكبر دليل على كده انه منذ رحيله في 29/11 حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، خلاص ما فيش اي نوع من انواع الخلافات اللي حاصله. ممكن السنه اللي فاتت دي كلمة الحق اللي أنا كنت بقولها فيه وهو برا
الحكم جوه نادي الزمالك، وكان بيوصله طبعا هذا الكلام، كان اكبر دليل ان مفيش حاجه شخصيه ما بيني وما بينه، وبناء عليه يعني فتحنا مع بعض صفحه جديده، وكان في مكالمه تليفونيه مصر كلها طبعا عرفت بيها، مكالمتين ثلاثه اربعه يعني، وراجل يعني بيتعامل يعني منتهى الاحترام في التعامل لصالح نادي الزمالك، وهو ذكي جدا يعني، ويعرف كويس قوي مين اللي ممكن يبقى في حد في ظهره ومين اللي تقول لمين فيه. اللي اتهموك اللي انت واخد شاب الياسمين تقول لهم ترد عليهم؟ لا اي حد، لا اي حد نفسي اشوفه، نفسي يا شيخ، وبعدين نفسي حاجه من اثنين، يا اما اشوف شاب الياسمين ده شكله عامل ازاي. يعني عندي حق؟ بقول ده بص الراي العام خلاص مصنف. انت النهارده واقف مع يعني انا دلوقتي الناس بتتهمني ان انا بشرب شاي بالياسمين من السيد مرتضى منصور، من كتر ما الواحد بيتكلم في حاجات ايجابيه كان نادي الزمالك محتاجها خلال السنه اللي فاتت. لما كنت في حاجات سلبيه بتتعمل كان بيقول لك لا ده انت شايف شاي بالياسمين من احمد سليمان. لما تيجي تتكلم على طب انا شايف شاي بالياسمين من الانتخابات اللي فاتت، صوتي في الصندوق، انا واقف على المسافه، قول لنا في صوت اللبس محدش سامعه، صوتي في الصندوق، صوتي في الصندوق. نادي الزمالك في مرحله صعبه، في مرحله حاسمه، انا واقف على مسافه واحده ما بيني وما بين، على فكره يعني اللي هو احمد سليمان صاحبي وانا بحبه جدا يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني، اصحاب مش مجرد كده، انا نعرفه ان هو لسه ملازم يعني، الصور بتاعته في الدعايه دلوقتي، كنت انا بلعب وهو مدرب حراس مرمى في الفريق الاول في نادي الزمالك، كان لسه ملازم اول يعني، فانا العشره ما بيني وما بينه طويل، انا بحبه، انا على المستوى الشخصي والانساني بحبه جدا. احنا اصحاب يعني، وزيارات وفي عيش وملح ما بيننا وما بين بعض. انما انا في الانتخابات واقف برضه في عشره ما بيني وما بين السيد مرتضى منصور من 97 يعني، الناس عارفه اللي في نادي الزمالك سري بقى، يمكن ما تعرفوش. من ضمن العوامل الاساسيه هو سياده المستشار يعرف كده كويس الناس اللي حواليه لنجاح السيد مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك على رئاسه لاول مره في تاريخه في 2005 قدام الدكتور كمال درويش، كان العبد الفقير الى الله اللي قاعد قدامه، من ضمن الاسباب الاساسيه دي، لاني كنت واقف معاه، كان ساعتها في كره القدم قطاع كره القدم كله في نادي الزمالك ما كانش واقف معاه الا ثلاث انفار، كان كابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه، والكابتن حماده رأفت عطيه، وتامر حمد بس، ويعني وربنا سبحانه وتعالى وفقه وكسب واصبح رئيس نادي الزمالك، ففي برضه تاريخ طويل موجود ما بيني وما بينه وما بين احمد وامير ووحيد ومحمود خالد، يعني في عشره طويله تعتذر. فالخلافات يا كابتن شادي، فيش حد بيفضل مختلف على طول، فلازم ليها وقت وبتخلص وبتنتهي، خاصة إذا كان رصيد اللي قبل كده رصيد كبير من العشرة. تعتذر لمين؟ أفندم تعتذر لمين؟ أعتذر لمين؟ أعتذر لأي حد أنا أكون ممكن أكون قلت فيه حاجة وغصب عني طلعت غلط يعني، أي حد. بعد ما تخرج من الحلقة هتمسك تليفونك أكيد، نفسك تشوف مين أول رقم على التليفون بيتصل بيك؟ اول رقم على التليفون اشوفه بيتصل بيا لؤي ابني، ربنا يخليه. ربنا يخليه. عنده كام سنه؟ لؤي 24 سنه. ربنا يخليه. هو ولادي اعز حاجه عندي في الدنيا، مريم وملك، واخر حاجه بقى تمارا. كابتن بكده خلصت حلقتنا، شرفتني ونورتني، وانا مبسوط جدا ان انت معايا في اوضه اللبس النهارده. انا اللي متشكر ليك يا كابتن، وفعلا يعني ان شاء الله باذن الله كده الخطوات تبقى مكسره الدنيا زي ما كنت لعيب في الاهلي ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن تامر عبد الحميد، واحد من نجوم الكره المصريه لمنتخبنا الوطني وكمان لنادي الزمالك. بكده خلصت حلقتنا النهارده في اوضه اللبس، ان شاء الله نتقابل بكره ومنتخبنا فايز على المنتخب المغربي. نقدر؟ طبعا نقدر، لعبتنا رجاله ومعانا جهاز فني محترم، هنساند هندعم هنشجع وكلنا
هنقول يا رب الفوز إن شاء الله. دعوات كل المصريين لمنتخبنا إن شاء الله يفوز على المنتخب المغربي. نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. أهم حاجة تتعب زي ما بذلتوا مجهود. كرة القدم بتعترف ده. لا قدر الله حصل حاجة هنسقف لكم ونقول لكم عملتوا اللي عليكم. مهم جدا مبقاش في تقصير. الروح، القتال، الرجولة في الملعب دي مهمة جدا عشان تقدر تحقق أهدافك وتسعد الشعب المصري. استنونا بكرة قبل دلوقتي بساعتين. تصبحوا على ألف خير.